حياكم الله متابعي القنوات الرياضية السعودية، طاب مساءكم بالخير ومسرات، ورحب بكم ورحب بكل من يتابعنا من خلال ليلة جديدة وحلقة جديدة من حلقاتنا في برنامج الديوانية. أسعد بكم وبكل الآراء والملاحظات اللي دائما تصلنا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. أيضا اليوم عندنا الكثير والكثير من الموضوعات والحديث عن ختام الجولة الأولى من دوري روشن للمحترفين، واللي اليوم كانت في أربع مواجهات حاسمة ومهمة بالنسبة للأندية اللي لعبت. إن شاء الله راح نستعرض الأهداف والمباريات والنتائج، وأيضا نتحدث عن تفاصيل هذه المباريات برفقة شركائنا في مجلس الديوانية اللي نسعد بتواجدهم هذا المساء وفي كل ليلة. أسعد بتواجد الأستاذ جمال عارف الخبير والناقد الرياضي المعروف. أهلا وسهلا يا أبو عبد العزيز. أهلا وسهلا أخوي بندر، أمس عليك وعلى الزملاء المشاهدين والمشاهدات. وهذه الديوانية للأمانة وهلموا إلى الديوانية الساعة 11 إن شاء الله بإذن الله، لهم 5 دقائق مفترض أن يكون الناس متابعين للبرنامج، لأنه للأمانة يعني الواحد يعني ما هو مجامل، اللي لأن هذه القناة قناة الوطن اللي بدأنا فيها. نعم. وتعلمنا فيها. نعم. وانتشرنا من خلال هذه القناة، فبالتالي يعني قناة الوطن تستاهل مننا الجميع، من الجميع الدعم والمساندة، وإحنا إن شاء الله بإذن الله نقدم ما يرضي المشاهدين، نتأمل أن نقدم ما يرضي المشاهدين المتابعين. الله يحييك عبد العزيز، أستاذ إعلامي وخبير رياضي، ونستفيد منك ومن بقية الزملاء في تواجدكم معنا، وفي أيضا حتى في طرح الأراء وإثراء المتلقي. وبرنامج الديوانية وكل برامج القنوات الرياضية للأمانة هي برامج للجميع وفي قناة الجميع، والمسافة واحدة من جميع الأندية ومن جميع أيضا حتى الموضوعات والأطروحات. أيضا أرحب بالدكتور فهد القريني الخبير والناقد الرياضي معروف. أهلا وسهلا أبو خالد. الله يحييك أبو نواف، مساء عليك وعلى الزملاء الأعزاء والمشاهدين والمشاهدات. والأستاذ عادل ملحم الليلة الثانية على التوالي. أبو صقر مساء الخير. مساك الله بالخير أبو نواف، مساء عليك ومساء على الزملاء. والحقيقة أنا شخصيا سعيد اليوم بتواجد الأستاذ جمال عارف، لأني افتقدت فترة طويلة. نعم. الزملاء ألتقي فيهم بين فترة وفترة، ولكن أبو عبد العزيز يعني افتقدناه طويلا، وأنا شخصيا أكرر سعيد بتواجد أنا أسعد والله أبو عبد العزيز ومشاهدته. رجع ذكريات الزمن الجميل. الله يسلمك. الله يحييكم جميعا. أيضا نرحب بالأستاذ بندر زيحان الإعلامي الرياضي معروف. حياك الله بندر، أهلا وسهلا. يا هلا والله أخوي بندر، أحييك وحي إخواني وحي السادة المشاهدين، وبإذن الله بنطلع بحلقة ثرية ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا الجولة الأولى، واضح أنه موسم رياضي عالي جدا، وإن شاء الله لنا وقفات إن شاء الله مع إن شاء الله مع كل فاصل. نعم. حتى نلقي الضوء أو نسلط الضوء على ما يحتاج لتسليط الضوء عليه. الله يحييك بندر. أيضا أرحب بالأستاذ فيصل جفن الخبير والإعلامي الرياضي معروف أبو محمد، أهلا وسهلا. حياك الله يا بندر. يا مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وارحب بحسن عبد القادر الاعلامي الرياضي معروف. ابو محمد مساء الخير. مساء النور، مرحبا، مسي عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام وعلى الاخوه العاملين خلف الكواليس، وتحيه لاستاذي ابو عبد العزيز زميل وصديق واستاذ انا عزيز وغالي، عملنا مع بعض واتشرف بالتواجد معه ومع نخبه الزملاء الاعزاء. الله يحييكم جميعا. ابو عبد العزيز اليوم مبسوط مروق، يعني ليش؟ الاتحاد فايز 3 نقاط مهمه في بدايه الدوري، ها، وأعتقد أنه يعني افتتاحية جميلة. مهمة جدا للاتحاد. بأخذ رأيكم حول هذه المباراة، خلونا نأخذ نستعرض معكم أهداف المباراة ثم نعود. ستلعب من جانبي جوتا، تلعب العرضية ومحاولة وراحت لكون جولو تصويبة، هدف ثالث، هدف ثالث
كانت هذه أهداف الاتحاد في مرمى الرائد في ثلاث نقاط هامة في افتتاحيته في مسيرة الدوري لهذا الموسم 2023-2024. بس الجمال عارف كان مو عاجبه مستوى الاتحاد اليوم. لا لا من قال منه عاجبني ولا تتقول عليه لسه ما بدينا. لازم نعترف ان الانديه الان في فتره اعداد وتجهيز للمرحله القادمه والموسم. احنا لسه ما بدانا والناس قاعده تطالب وتسوي. اوكي من حق الجميع انه يطالب بافضل العناصر للفريق، ولكن من حقنا كمان احنا نستمع للراي الفني في الفريق. نعم. لا يمكن ان نحن نقرر ايش احتياجات الفريق دون ان نطلب او دون ان ناخذ مشوره المدرب، لانه هو المدرب. انا في رايي الشخصي في أي فريق، مو في الاتحاد، في أي فريق هو مدرب الفريق، وبالذات المدرب اللي يكون له تجربة مع الاتحاد مع نادي في الموسم القادم، فبالتالي هو يعرف عناصر واحتياجات الفريق. لكن أنا وأنا متأكد إنه نونو سانتو عنده الرغبة في إنه يجيب مدافع قلب دفاع. وللأمانة للأمانة أنا يعني يمكن أتكلمت مع كثير من الاتحادين ومع يمكن مع مسؤولين في النادي. تنبكتي مع كامل احترام له لاعب ممتاز، لاعب محلي ممتاز، لاعب مدافع ممتاز، ما فيها كلام. لكن أنا رأيي الشخصي الاتحاد ما يحتاج لاعب محلي. تنبكتي صحيح لاعب مهم، لكن أنت لازم الاحتياج الأول أولويات الفريق أنه يحتاج إلى مدافع. طيب. مدافع أجنبي ليدر يقود الفريق. أبو عبد العزيز نتفضل نسحب عن المباراة ما نتكلم عنها؟ لا أتكلم عن المباراة. طيب خلينا نتكلم عن المباراة بعدين ناخذها واحدة واحدة. جزء من المباراة. لأني أنا سألتك عن المباراة. ثلاث نقاط هامة. الاتحاد فاز اليوم في افتتاحية الدوري. صحيح. دفعة قوية بالنسبة للاتحادين في تابعت المباراة. طبعا أكيد. طيب كيف تشوف المباراة؟ كيف شفتها بالنسبة لك؟ والله شوف أنا تابعت المباراة، لكن الشكل العام للاتحاد شكل بالذات في يعني احنا لما نتكلم على الشوط الاول من المباراه دائما شوط دائما يحفل بكثير من عدم الالتزام بالنسبه للاعيبه تكتيك المدرب، لكن الشوط الثاني اختلف وضع الاتحاد، اصبح فريق حقيقه يعني يمكن استوعب ايش التكتيك او الاسلوب اللي بيلعب فيه، وبالتالي استوعب الاتحاد الطريقه لعيبه الاتحاد وحققوا ثلاث اهداف وكان قابل للزياده. لكن فريق الرائد، الناس اللي تتكلم على فريق الرائد، انا اليوم شفت الرائد صراحه فريق منظم دفاعيا بشكل عجيب جدا، منظم شكل الفريق. صحيح بيعاني من نقص بعض العناصر الاجنبيه، وهذه ما هي مهمه الاتحاد، هذه مشكله الاداره في كيفيه التعامل او اداره الرائد، انها كانت مفترض انها تكون مجهزه لعيبتها بالشكل الامثل. لكن في كل الاحوال في كل الدوريات العالميه المباراة الأولى دائما تكون صعبة جدا على أي فريق. نعم. دائما، لأنها هي بداية مرحلة جديدة، استعداد جديد، تجهيز جديد، وبالذات بالفرق اللي تلعب خارج أرضها. لكن في كل الأحوال نقاط مهمة، يعني حتى العناصر الأجنبية أنا ما زلت أقول إنه الاتحاد بحاجة إلى قلب دفاع أجنبي. نعم. وهذه النقطة اللي كانت حقيقة ويمكن يعني تعامل معها سانتو بطريقة ذكية وفيها نوع من التعقل، إنه اختار مهند شنقيط يلعب كقلب دفاع، لكن هو مو مركزه، لكن كان مركز عليه في الموسم الماضي. جميل. من بداية الموسم الماضي كان ملعبه قلب دفاع. نعم. لكن في كل الأحوال لا هذا الاتحاد محتاج إلى قلب دفاع أجنبي، ولا يمنع إنه يكون موجود جناح أيسر، لأنه الأطراف كانت مهمة جدا، إنه كنت تكون عندك لاعب طرف. نعم. مهم، لأنه لعب كرة القدم الآن والأخوان يمكن يعرفوا تعتمد أكثر على الأطراف. صناعة اللعب صحيح مهم، لكن أنا أتصور أن صناعة اللعب في الأندية ما هو بالشكل الأساسي اللي كنا نعتمد عليه في الفترات الماضية. أصبحت كرة القدم الآن تختلف، كل واحد الظهير ممكن يصنع، الجناح يصنع، لاعب بندر كان لاعب سابق، بندر ممكن يفيدنا في هذا الموضوع. أنا 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 رأيي الشخصي، أنا أقدر بندر ولاعب سابق وعلى عيني ورأسي، لكن أنا من خلال تجارب كثيرة أشوف أن كرة القدم تغيرت، ما أصبحت تعتمد على صانع اللعب، تعتمد على الأطراف. نعم. بشكل أكثر، وكل لاعب ممكن يكون يؤدي صانع لعب. يعني اليوم بنزيمة صنع هجمة حمد الله، هو مو صانع لعب، صنع الهدف اللي سجل منه حمد الله الهدف، وبالتالي وحمد الله صنع لبنزيمة هدف. يعني في أشياء الآن تغيرت في كرة القدم، لازم نعترف بالشيء. جميل. هذا جميل. طيب دكتور فهد قريني، الاتحاد مع الرائد طبعا اول شيء فوز مهم، ثلاث نقاط، نبارك الفرق الفائزه.
ونقول للفرق الخاسرة محار لك. طبعا النتائج أنا أعتقد أنها متوقعة بحكم يعني التفاوت الكبير جدا في المستويات بين الفرق اللي دعمت بشكل كبير جدا بلاعبين عالميين وفرق يعني تلعب وفق الإمكانيات اللي موجودة يعني. يعني لما نجي نقارن مثل السكواد على قولهم حق الاتحاد مع الرائد أنا أعتقد في فروقات كبيرة جدا فنية بين الفريقين. وبالرغم من ذلك أيضا أنا أعتقد الاتحاد لم يظهر بالمستوى اللي المفترض أنه يظهر فيه. الاتحاد عنده مشاكل إذا استمر على هذه الطريقة اللي لعبها والمستويات اللي قدمها أنا أعتقد أنه حيعاني في كأس العالم للأندية. الاتحاد عنده مشاكل في الدفاع, عنده زواجية في اللاعبين يعني في مثلا زي رومارينهو مع كورنادو مع بنزيمة كلهم في نفس اللي تلعبون في العمق, كل اللعب كان في العمق يعني الاتحاد اليوم كل لعبه في العمق. وأعتقد أن هذه الطريقة يمكن ما تنجح مع الاتحاد. الاتحاد أنا أعرفه دائما يلعب على الأطراف, يمكن أفتقد حتى على الأظهرة يعني أظهرته اللي كانت أيضا تساعد أنها تلعب على الأطراف. يعني غياب مثلا اللي هو زكريا هوساوي بالرغم من الناس كلها تنتقده أنا أعتقد أنه واحد من أفضل الأظهرة اللي يعني ممكن في المستقبل يكون يعني مشروع لاعب ظهير أيسر على مستوى عالي جدا. نعم. مهند شنقيطي أيضا لعب قلب الدفاع يعني وهو كان يفترض انه يلعب يا ظهير ايسر او ظهير ايمن. مد الله كويس يعني انا يعني من الناس اللي معجبين ايضا مد الله عليان. لكن زي ما قلت لك الاتحاد اذا استمر على هذه المستويات اللي اعتقد انه حيعاني في كاس العالم للانديه. لو رحنا مثلا الاهداف اللي شفنا الاهداف اللي سجلها الاتحاد, الهدف الاول كان خطا من لاعب الرايد, وايضا اعتقد انه ايضا الضغط اللي مارسه فابينيو على اللاعب ايضا هو اللي يمكن سبب الهدف او هو بدايه الهدف الاتحادي وبدايه الاهداف الاتحاديه. يقول ابو عبد العزيز ان يعني بنزيما صنع الهدف, هي سهله يعني الكره سهله جدا يعني قطعت من لاعب الرايد مع بقي الا مدافعين استطاع انه يمرر الحمد لله, الحمد لله استطاع انه ينهيها. نبارك الاتحاد. لكن انا مثل ما قلت لك الاتحاد يحتاج الى عمل كبير جدا حتى يستطيع ان يظهر بمظهر مشرف في كاس العالم. عادل ملحم, الاتحاد والرايد في كل موسم سبحان الله ننتظر أندية معينة نشوف شيء يطرأ عليها من تغيير من ضمنها الرائد. طبعا أنا ما أبقى أدخل أستعرض أندية لأنه إحنا نتكلم عن اتحاد الرائد. أنا من بداية المباراة وشفت الأسماء أسماء محلية أو وجهة نظري استهلكت خلاص. يعني أنا أعرف أنه هي مقومات إدارية يمكن ما عندهم القدرة على وأنا أدركت أنه اليوم أنا بالنسبة لي حتفرج على مهرجان أهداف. يعني أنا كنت حاط في بالي الموضوع لا ما أنا ثلاثة ما أنا أربعة بروح يعني قياسا بالفريق المقابل. وبالفعل يعني حاليا الدقيقة خمسة الاتحاد يمكن ضيع هدفين ثلاثة. انهيار تام. أنا شفت اليوم تمرين يعني ما في شيء يعني يخليك يمكن هجمة واحدة أخطأ فيها لاعب الاتحاد الجديد لاعب المحور خلوني على اسمي يا اخوان فابينيو لاعب ليفربول فابينيو. نعم فابينيو اخطا فيها وقطعت وراحت الى سعيود وسعيود ما احسن التصرف فيها طبعا بدل ما يعملها من فوق القروهي تمكن بعدها. انا ما شفت شيء شفت طقطقه وروحه وجيه وكانوا لعيبه يعني كانهم يتمنون انها تنتهي على 2-3. انا اقول لك اياها بكل صراحه ليس اختبار حقيقي للاتحاد ونجوم الاتحاد ما هو اختبار حقيقي ابدا لانه فعلا فريق الرائد يعني اللي انا عرفته اليوم الظاهر يلعبون محترفين رجيمين اثنين الظاهر فقط في الملعب اثنين او ثلاثه ما ادري من اصل ثمانيه. نعم. اللاعبين المحليين في ثلاثه اربعه انا اعرفهم من 6-7 مواسم من دون ذكر اسماء هذا هم ومساكين هذا قدراتهم ما يقدرون يسوون شيء. لذلك انا اقول الاتحاد بكل سهوله يعني الاتحاد بهالنجوم تجاوز الرائد بكل سهوله اي ولا نعم. شيء ولا عنده اي اشكاليه. اما الرائد اذا كان حديث عن الرائد فيظل الرائد في هذا الوضع من دون تدعيم صفوفه في الايام القادمه انا اعتقد ان موسمه هذا موسم صعب جدا. طيب بندر زيحان, الاتحاد تجاوز الرائد بسهوله مثل ما قال ابو صقر؟ لا لم يتجاوز بسهوله. وشيء خلينا نقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله, نبارك لجميع الاتحاديين, نبارك لهم هذا الفوز, ونبارك للاستاذ والقيمه والقامه الاعلاميه استاذ جمال عارف لنا تشرف بوجودي معي في برنامج, وحقيقه انه هو اضافه لبرنامج الديوانيه ويستحق
استاذ جمال مننا التقدير والاحترام. بالنسبه للاتحاد انا اعتقد انه الاتحاد فاز اليوم لانه الافضل، لانه قدم مباراه تليق بنادي الاتحاد. الاتحاد فريق مرعب، لديه 4 لاعبين في الثلث الهجومي يعتبرون على مستوى عالي، تحديدا كورادو، روما، بنزيما، حمد الله رباعي يعرف جيدا كيف يوصل للمرمى. الاتحاد عنده اشكاليه فقط انه عدم وجود استراتيجيه واضحه في خط الدفاع. لو نرجع بذاكرتنا في البطوله العربيه اللي كان يلعب مع قلب دفاع كان لعب احمد بامسعود ولعب زكريا هوساوي، اليوم نشاهد الشنقيطي ومد الله، حتى هذه اللحظه لم تتضح الرؤيه حول نونو سانتو في قضيه قلب الدفاع. انا اعتقد انه هذا الشيء مع كامل احترام الاتحاد لنا كل تقدير واحترام، هذا الشيء لا يليق بكيان كبير مثل نادي الاتحاد من العام الماضي من العام السابق، واحنا عارفين ان احمد حجازي لم يتمكن من المشاركه. فاعتقد انه الفرصه مواتيه لاداره الاتحاد ومسير نادي الاتحاد وتحديدا المدير الفني الكابتن نونو سانتو في انه يستقطب مدافع اجنبي على مستوى عالي يقود الدفاع. ليست القضيه قضيه انك ان تحضر مدافع فقط، اليوم انت حتلعب امام فرق متقدمه الجوله الخامسه اذا ما خلت الذاكرة عنده مباراه مهمه امام الهلال، حتواجه هجوم ناري من نادي الهلال، حتظل على نفس المدافعين، حتواجه مشكله كبيره. لازم يعرف الاتحاديون والمسير نادي الاتحاد انك في البدايات الان ستذهب الى انك قاعد تجهز هذا الفريق للمشاركه في بطوله انديه العالم. ما قلت لك راح تستفيد منه فنيا، كلام فني بحت. بس انا معليش قلت انه الاتحاد الان مشكله الاتحاد في لازم انه يكون عنده قلب دفاع، وما قلت اجل محلي تنبكتي لكن لاعب ليدر يقود خط الدفاع يحتاج الاتحاد اليوم. المشكله وين استاذ جمال؟ لا تنبكتي ما يحتاج الاتحاد، يحتاج الشباب. طيب للامانه يعني شكل ابو عبد العزيز تنبكتي يعني تبغى تستفز بهذا قريني ولا؟ انا ما استفزه، انا بالعكس اقول، انا بالعكس انت لو فهمت كلامي ايش اقول، اقول الاتحاد ولا نادي يحتاج تنبكتي غير الشباب. يعني المفترض انه هذا اللاعب يبقى في نادي الشباب. طيب احنا كل لاعب في الشباب كويس يقول نبغى نروح لنادي فلان ولا نادي علان، ليه يا اخي؟ نادي الشباب نادي كبير، أكمل نادي محترم، نادي له قيمه وقامه، فبالتالي لازم يكون عندنا كمان قناعه ان احنا نادي الشباب هذا ما نعتبره من الانديه اللي تبيع لعيبتها بالشكل هذا. طيب بندر زحمه هو لاعب ممتاز، مدافع ممتاز، لكن يبقى في الشباب هو المكان الطبيعي لنادي لحسن تبارك. عرفنا ابو عبد ما تبونه في الاتحاد. لا مو انا شخصيا انا مالي صلاح بالاتحاد. طيب كملنا فكره شخصيا تنبكتي يبقى في الشباب احسن. بندر زحمه انا في نقطه لابد ان اعرج عليها واسلط عليها الضوء. نادي الاتحاد هيلعب امام فرق اعلى منه مستوى فني في بطوله انديه العالم، حتلعب حتحتاج الى انضباط تكتيكي داخل الملعب. الاتحاد هو النادي الوحيد في المملكه العربيه السعوديه اللي يلعب مركز 10 ويلعب 9.5، روما ياتي من الخلف 9.5 وكونرادو حيلعب 10. انت لما تلعب بهذه الطريقه لابد يكون باحد الاجنحه، لازم تخل باحد الجناحين، يعني اذا لعبت جوتا لن يكون عندك جناحين، من حتى لو لعبت روما في المهمه سيخفق لانه بيروح مجهوده في متابعه الظهير ولن يعطيك بالشكل المطلوب. فبالتالي يجب على مسيري نادي الاتحاد الان ان يعملون تجهيز هذا الفريق نحو بطوله انديه العالم. فتره من الفترات يلعب كورادو، فتره من الفترات يلعب روما، يلعبون اثنين مع بعض. انا اعتقد الاستاذ جمال وضع نقطه مهمه عندما تحدث عن وجود طرف ايمن، مهم جدا لان جوتا يلعب طرف يسار ويحتاج نادي الاتحاد طرف ايمن، والاستغناء عن روما في الشوط الاول مثلا او كورادو او المفاضله بينهم، لانك تلعب بنزيما وحمد الله وكورادو وروما 4 هجوم مع 4 وسط، انت من حيلعب معك اطراف؟ جميل. فبالتالي انا اقول نادي الاتحاد مبروك. اخر حديثي نادي الرايد منذ سنوات، واكد على الكلمه اللي قالها الاستاذ عادل، وان نلعب نشوف نفس الاسماء بهذا الفريق. نادي الرايد للامانه له كل معزه وتقدير ومسيرنه، ولكن نادي الرايد يئن في منطقه الدفاع من سنوات. لو نرجع للاحصائيه نجد ان نادي الرايد يحصل في كل موسم على اعلى نسبه تسجيليه، وهذا رقم مخيف، من 45 الافرج المعدل 45. سنوات قضى فيها 47 48 والعام 45، اعتقد هذا الرقم لا يليق بنادي الرايد. فيصل جفن، الاتحاد والرائد، ويهمني اسمع رايك في ما يحدث للرائد. مثل ما قالوا الزملاء بان وضعه صعب وبهذا الشكل لن يعني ربما وضعه يصبح خطر في نهايه الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما أقول رأيي أتفق مع أبو صقر في موضوع بأن المباراة كانت سهلة للاتحاد، لأنه الفريق المقابل ما
يملك الادوات اللي جاري فيها الاتحاد بكل امانه. يعني انت لما تشوف الاسماء مثل رائد الغامدي، نايف هزازي، عبد الله الفهد، الحارس رحيلي، اسماء هذه لها 3-4 سنوات بالفريق وهم شركاء في السنوات الماضيه بالاخفاقات، شركاء في موضوع المنافسه على الهبوط تقريبا كل سنه او النجاه من الهبوط في اخر الجولات. في وجود الثمان لاعبين اجانب انت بامكانك تغير هويه الفريق كامله وتستقطب 3 فقط محليين من افضل اللاعبين وتغير شكل الفريق. يعني اذا كان الان اشوفها سهله من ناحيه تكوين الانديه، يعني شفنا انديه الان الاهلي على سبيل المثال تغير جذري عن الموسم الماضي او المواسم الماضيه. متى ما كان الشغل بهذه الطريقه مع استقطاب 8 لاعبين اجانب وحارس اجنبي يكون على مستوى عالي انت تقدر. اعلنوا فيصل، اعلن الرائد عن حارس، بس المفروض الجاهزيه قبل ما يبدا الدوري يكونون جاهزين. يعني يكون كل محمد لو سالناك مثلا، يعني انت الان تقول يتعاقد مع 8 لاعبين اجانب ولاعب وحارس ولاعبين ممتازين، ما عنده الملال الماليه مثل الانديه الثانيه. يعني انت الان ضربت مثلا بالاهلي، الاهلي جابوا له لعيبه يمكن تفوق قيمتهم السوقيه فوق المليار، كيف تبي نادي مثل الشباب الاتفاق واللاعبين الاخرين او الانديه الاخرى؟ من وين الارقام هذه يا ابو؟ من وين الارقام هذه؟ والله شوف اليوم اليوم انا والله انا ضد ان كل واحد يجي ويعطي له رقم يصرف لنا رقم من عنده. شوف مليار، لا انت الان القيم السوقيه، انا اتكلم عن القيمه السوقيه للاعبين، القيمه السوقيه للاعبين في النادي الاهلي وفي الاتحاد وفي النصر وفي الهلال قيمة عاليه جدا. يعني انت الان لما تنظر الى رونالدو في النصر قيمة عالية، بس ما نقول مليار كم قيمته السوقية؟ لأن الأرقام هذه والله جد احنا نسمعها سواء في البرامج معليش ونسمعها في مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نتجاوز كل واحد يعطينا يصرف لنا رقم من عنده. أنا أتكلم عن الفروقات اللي حتحدث هذا الموسم بين الأربع أندية اللي مدعومة من الصندوق وبين الأندية الأخرى. جايك على الموضوع هذا بس خليه يكمل فيصل الجفري. تفضل. أكمل من النقطة اللي تكلم فيها الدكتور. صحيح في فروقات ولكن كل الأندية مدعومة مع فرق المبالغ، يعني كلها. انا ما اقول راح تجيب لاعبين مثل الموجودين بالاربعه الكبار، لكن تقدر تجيب لاعبين جدد على مستوى عالي مقارنه بالمواسم الماضيه. اتفهم بانها اداره جديده جت يعني في الفتره المتاخره انه تم انتخابها، لكن انتخاب وتزكيه، لا كانت انتخاب من اداره جديده الاستاذ فهد مطور تزكيه ظل ما كان جديده، كان فيه عبد السلام. شوف جديده يا ابو محمد، بس كانت الفرق قسم. شوف جديده الاداره، اداره جديده تعتبر الرائد. لا هو سابقا بس سنوات جديده، يعني هو فاز بانتخابات قبل شهر. بس هو عارف مشاكل الرائد وعارف كل شيء. ايه وعارف هو والشباب والاتفاق كله كان عندهم انتخابات. ايه بس مو اداره جديده اداره فريق. لا اوكي جديده كتزكيه ولكن ما هي بجديده، هي جلست فتره ما يقدر يتفاوض ولا يسوي شيء. هو موقف ما يقدر يسوي شيء، الامين العام او الرئيس التنفيذي هو اللي كان يعني 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 انا يمكن ما تلوم فهد المطوع، ممكن انا معاك ممكن ما تلومه لانه ما عنده فكره انه او انه يكون رئيس والمدير التنفيذي حتى رسميا ما يقدر يسوي شيء. ممكن صح، يعني هو كان يعتبر رئيس جديد لفتره جديده ولا هو يعني من يعني موجود من الموسم الماضي يعني ابو محمد، بس ما كانت الفتره متواصله، خلينا نقول لك متواصله، يقدر انه بالصيفيه تعاقد. ما ننتظر من الرائد هذا الموسم الشيء الكثير على الاسماء الموجوده؟ لا ابدا لا لا الاسماء الموجوده لا 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 الاسماء الموجوده من المرشحين للهبوط من المرشحين. لا تقدم لا تقدم حسن عبد القادر. انا معليش بس ثانيه واحده نقطه، خلي الحوار يدور علينا كلنا بعدين نتناقش زي ما تفضل. تفضل يا ابو محمد. شوف اول شيء نبارك للاتحاد الفوز طبعا. انا ببدا نقطه الاتحاد بالحديث من تصريح الكابتن فابينو، تحدث بعد المباراه مع مراسل قال انه الشوط الاول كان في سيطره لكن لم يكن يعني ما خلقنا الفرص ان احنا نسجل. يعني يتكلم انه دفاع الاتفاق الرائد كان منظم، الاتفاق كان الرائد كان يلعب بتكتل دفاعي كامل، يعني ما في احد اغلب يعني اغلب لعيبتهم في الثلث الاخير من مرماهم، حتى لو شاهد انه شراحيلي وشنقيطه كانوا خلف خط النص متقدمين، ما في احد، فريق قاعد بيدافع ب 10 لعيبه لانه عارف ان امكانياته اقل كثير من امكانيات الاتحاد. النقطة الأخرى خلينا ناخذ جزئية، يعني يمكن براسل المباراة قال اليوم وعلى مسؤوليته طبعا قال درجة الحرارة 45. لما تتكلم عن لاعبين أجانب متعودين على الدوري الأوروبي وأول مباراة لهم يلعبون 45 درجة حرارة ترى مرة مرتفعة، مرة متعبة. يعني يمكن أنا حسب معلومات أنه بعد عودة الأهلي من معسكر لعب الأهلي مباراة ودية مع الوحدة
في ملعب جدا مباراة ودية. بعد 20 دقيقة محرز طلب التغيير، ما قدر يتحمل رطوبة وحرارة وقد ما قدر. بالتالي بتلاعب مباراة يعني فريق زي لعيبة بتكلم عن بنزيما عن فابينو عن كانتي عن ناس متعودين على أجواء أوروبا، ويجي يلعب في 45 درجة حرارة ترى مرة مرتفعة، فلهم العذر. هذا الشوط الأول يعني، حتى الشوط الأول الاتحاد كان مسيطر لعب، لأنه تحقق في 5 دقائق أو في 8 دقائق 5 ركنيات في 8 دقائق، هذا معناه أنه سيطرة. النقطة الأخرى الشوط الثاني تغير رتم الفريق، تغير أداء الفريق، تغير طبيعتهم، حتى يمكن الرائد نوعا ما تجرأ خرج من مناطقه، عاقب الاتحاد سريعا، عاقب بالأهداف الثلاثة اللي سجلت. أشوف أنه الحكم على الرائد الآن حكم غير عادل، نحن نقول فريق الرائد بيهبط أو ذا، لأنه في الأخير كل إحنا نتحدث الزملاء أنه الرائد ليه ما اكتمل، طب كل الفرق ما اكتملت، الهلال اللي هو يعتبر يعني كبير الأندية ومن كبار الأندية حتى الآن الآن صفقة نيمار عيدها يعتبر إيش من كبار الأندية؟ من كبار الأندية طبعا، شكرا ما فيها كلام. أنت قلت كبير الأندية وكبير الأندية يستاهل، لا يا أخي بالعكس، ما عندي حساسية بالأمور دي أنا على فكرة. فحتى الآن ما اكتمل الأهلي، ما اكتمل الاتحاد، ما اكتمل يعني أغلب النصر يحتاج إلى حارس، كل الأندية ما اكتملت. لا ما يحتاج حارس النصر، هم يعني دفاع قصدي يحتاجون مدافع صحيح. فإلى الآن ليه اللوم الرائد لما اكتمل؟ صحيح بندر والله حاجة تزعل، يقول أبو محمد الأندية هذه ما اكتملت، طيب الفرق الثانية اللي ما بعجالها لعيبة أصلا. طيب دحين يعني شوف الآن أنت تنظر مثل الشباب ما عنده ولا لاعب حتى طيب الآن، ولا لاعب باجي على الشباب اليوم، لعب اليوم بدون أي لاعب أجنبي اليوم. لا بس جابوا لاعب ما لعب أجنبي جديد يعني، عنده لاعب جديد بس ما جاء وصل يعني وقع اليوم. فبقول يعني انه الرائد يعني الرائد وغير الرائد يعني حرام نحكم على هذه الانديه او على ادارتها نجاحها او فشلها من خلال اول جوله. ننتظر على 7 سبتمبر موعد اغلاق فتره الانتقالات، بعد كذا نقدر نحاسب الانديه نقول انت فتره انتقالات انت ما قدرت تكمل متطلباتك، ما قدرت تجيب لعيبه. حسن انت تتكلم عن اللاعبين الاجانب متفقين، الكلام في الرائد على اللاعبين المحليين الموجودين، اللاعبين المحليين دول من سنوات موجودين. فين اجيب لعيبه محليين اذا كان اللاعبين الممتاز يعني اذا كان انا اديك مثال الان كل الانديه تتسابق على على تنبكتي لاعب واحد 4 انديه، الرائد من فين يجيب او من فين يزاحمهم؟ رجعنا على تنبكتي. لا من فين الرائد؟ من حتى انت بعد من فين الرائد يزاحم الاهلي والهلال والنصر والاتحاد على لاعب زي كذا؟ خلينا نكون منطقيين، بس ما يتكلموا عن دفاع فقط حسن. بعطيك مثل بسيط ممكن تاخذ مني، في لاعب أبعده مدرب نادي الهلال من المعسكر النمسا، شوف يتمرن في نادي الهلال له شهر صباح ومساء، من أفضل اللاعبين على مستوى أوروبا ولاعب يتناسب مع أسلوب الرايد. الرايد فريق يعتمد على الدفاع، أعطيك يعتمد على الدفاع وعلى التحولات. موسى مريقة، مريقة هذا موسى مريقة ما شاء الله اللهم صل على محمد، قاطرة سريع يلعب اكثر من مركز، 9.5 يلعب 9 يلعب. انا اقول مثل هذا اللاعب طيب ليش ما راح للرايد؟ طيب انت تتوقع لا انت تتوقع يقولوا الموسى مريق انا تروح الرايد يروح طوالي يروح اقل حاجه افاوض افاوضه. شوف هذا في عروض لا يمكن ولا. انك انت تجيب لاعب تفرض عليه يروح مكان معين، ما فرضنا عليه مريقة. انت قلت مريقة ينفع مريقة ينفع الرايد فيصل مريقة ينفع الرايد ينفع الرايد ينفع الرايد انا بس ما كملت بندر بس اكمل. فانا اقول لك انه يعني من الظلم نحكم على الانديه مثلا زي ابها اليوم زي الرايد زي ذا، نقول لك والله انت الاداره ما اشتغلت بشكل ممتاز ما قدمت، كل الانديه ما جابت لعيبتها، كل الانديه عندها نواقص، كل الانديه نستمر في الحكم عليها الى بعد 7 سبتمبر بعد اغلاق فتره الانتقالات، نقدر نقول هذا النادي انجز وهذا النادي ما انجز، هذا الرئيس نجح هذا الرئيس ما نجح. فانا اكرر التهنئه للاتحاد، فوز مهم في بدايه الدوري، وان كنت ارى انه اليوم نجم المباراه في مباراه الاتحاد والرايد هو احمد با مسعود. يا سلام عليك، عجبني اللاعب بشكل ممتاز. عندي راي فني يعني كويس، اهنيك لا ممتاز ولا انا اشوف حتى الدكتور فهد قراني عنده راي فني وكان لاعب سابق بعد الشباب وافضل من زكريا. نعم زكريا يلعب لعب حواري للسعو للامانه يعني بصراحه لعبوا للسعو يبغى له تقلب لا هو ياخذ الحماس اكثر حماس ولعب للسعو ما زال مو حواري يعني الولد يعني عنده امكانيات يفرق كثير. ابو مسعود يلعب بعقل نعم. يلعب بذكاء ما في حتى التمريرات حتى الانطلاقات شوف الهدف الثاني يعني والله ابو صقر انت حطيت يدك على الجرح فتحت موضوع الرايد وايدوك الشباب حتى كله. نقطه ثانيه بس يعني بس كان رايك صراحه بس رأي يعني راي عميق. احنا عندنا مشكله فهم رايي غلط. انا فهم رايي غلط لما قلت اذا عن الرائد قلت اذا استمر الوضع فهو مرشح الهبوط. احنا نتكلم الين 9 سبتمبر الان في انديه لما قلتوا قبل شوي هل يرضى ماريجا يروح للهلال؟ انا مو شرط يروح للرائد، مو شرط ماريجا. في وجهه نظري في نجوم موجودين يمكن انديتهم تستغني عنهم قبل اطلاق الفتره وبالتالي اعاره او انتقال محليين بعد
وجهة نظري أفضل من الأسماء اللي ذكرهم على سبيل المثال مثل أبو محمد قبل شوي. يعني الناس هذيلي مع فارق الاحترام لهم خلاص هذه إمكاناتهم ما يقدرون يقدمون شيء. إحنا نتكلم إلى الآن تكلموا صحيح الجولة الأولى للسبادي لسه نقول الحمد، لكنه إحنا المشهد العام لما أنا أشوف مثلا أنا شفت الرائد، شفت الوحدة، شفت أبها، يعني مو كل المباراة، ما أنا شايف الشيء اللي يخلي المحب لهالنادي يقول أوه لا السنة وضع غير. يعني شوف الاتفاق الحين، إحنا بنجي في الاتفاق، كل الاتفاقيين طبعا كانوا مستعدين يشوفون النجوم الجدد، والحقيقة كان في تدعيم صفوف. الاتفاق فاز على النصر اليوم. إيه إيه أنا أقصد لما تشوف الشوط الأول مثلاً، اللي يشوف الشوط الأول يقول وين هالنجوم، فريق واقف. إحنا نقول فقط برجع للرائد بس عشان الرائد. إيه بنجي عليه مباراة النصر. إيه مع فاق الاحترام للأستاذ فهد المطوع على كل حب وتقدير، نقول يا أبو بندر الوقت يمضي، أنتم محتاجين في الأيام القليلة هذه تدعيم الصفوف بلاعبين سواء أجانب أو محليين مميزين، وأعتقد ممكن تتغير الصورة النمطية اللي إحنا قاعدين نشوفها. الله اسمح لي بندر، تفضل أبو خالد. أنا أعتقد يمكن النقاش اللي اليوم على الرائد وعلى الأندية الثانية اللي غير الأندية الأربعة، أنا أعتقد أنه بيضم على الأندية هذه. الأندية هذه ما عندها الميزانية أنها تعدل هالأوضاع، يعني ما عندها الميزانية اللي ممكن تجيب لاعبين أجانب وتجيب لاعبين محليين. ترى عندها لاعبين تقدر تجيبها. خليني إيه أنا عارف إنه كم بتعطيه مثلاً؟ تعطيه مثلاً 50 مليون، 50 مليون ما أجيب لك لاعبين. فأنا أقول يعني من الظلم حقيقة أن الأندية هذه تقارن بالأندية الأربعة، من الظلم. ومتوقع دائما أي مباراة يكون طرفها أحد الأندية الأربعة ما الأندية الأخرى، أنا أعتقد يعني فيها تفوق فني واضح. شوف تفوق فني اليوم وأي نتيجة غير الفوز، أنا أعتقد أنها تعتبر مفاجأة. لا كيف مفاجأة؟ لا لكن شوف نصر لعب رديف في النهاية الاتفاق جايين عن مباراة الاتفاق النصر. رديف النصر يمكن أفضل من بعض الأندية الموجودة، أساسية الأندية الموجودة. طيب في عندنا لقاءات بعد نهاية مباراة الاتحاد والرائد، نتابع. النادي الرائد الحمد لله 3 نقاط جدا رائعه مستوى النتيجه اللهم لك الحمد. لكن ايش اللي اختلف بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ شاهدنا افضليه في الشوط الثاني. لا والله بالعكس، يعني كنا مستحوذين مجريات المباراه كلها بالنسبه لي اشوفه. استغلال الفرص هو اللي خلانا نظهر شخصياتنا اكثر الشوط الثاني. الف مبروك لنا وهارديك النادي الرائد الحمد لله 3 نقاط جدا رائعه مستوى النتيجه اللهم لك الحمد. لكن ايش اللي اختلف بين الشوط الاول والشوط الثاني؟ شاهدنا افضليه في الشوط الثاني. لا والله بالعكس، يعني كنا مستحوذين مجريات المباراه كلها بالنسبه لي اشوفه. استغلال الفرص هو اللي خلانا نظهر شخصياتنا اكثر الشوط الثاني. روزنامه يا كابتن يمكن طويله في عدد البطولات وبطوله الدوري والعربيه وايضا بطوله كاس العالم، البعض يتحدث انه الاتحاد ما عنده دكه، وش تقول لهم؟ لا شوف بالنسبه للامور هذه كلها خارج الملعب، لكن احنا علينا كلاعبين جهاز فني جهاز اداري ما نفكر بالاشياء هذه. بالعكس احنا لاعبين كبار موجودين، لاعبين على مستوى عالي تقدر تدخل في اي بطوله لان عقليات جدا رائعه. فالأمانة بالنسبة لي أنا أشوف إنه ما في نقص. الأمانة الفريق الجماهير تطالب يا كابتن، حتى يمكن على خط الدفاع من حقهم يطالبون، لكن حنا اللي موجود لازم نركز بالموجود في غرفة ملابس. فإذا فكرنا كذا إنه عندنا نقص ما راح نسوي شيء، نشتغل على الموجودين. بالعكس نثق في إمكانياتنا، نثق في جهودنا، وبإذن الله بإذن الله نحقق المبتغى والمطلوب. والله أنا بالنسبة لي واللي أشوفه إنه نشتغل على الموجودين، ما يهم الكلام اللي برا. الكلام اللي برا بس تقول الهلال النصر عندهم لعيب، احنا نشتغل احنا اذا نظرنا للناس ما راح ننجح، فلذلك نشتغل على انفسنا والموجود. اذا جانا استقطابات الله يحييهم، بالعكس يسوون اضافه، لكن الموجود الحين في النادي لازم يركزون ويعطون اكثر. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، مبارك نادي الاتحاد ونقول هارد لك نادي الرائد. يعني قدمنا مباراه يعني ما نقول كويسه، مره شبه جيده نظرا يعني ل عدم اكتمال الفريق. ان شاء الله تكتم صفوف الفريق اكثر من غيابات او من استقطاب لاعبين اجانب جدد. ان شاء الله تشوف الرائد بشكل افضل مع مدرب ايغور، يعني مدرب كبير وعنده اسلوب لعب وقادر انه يعطي اكثر من كذا.
واحنا اللاعبين قادرين ان نعطي اكثر من كذا في الملعب باذن الله. منا جانب ومحليين باذن الله، كمان محتاجين لعنصر محلي ما نستغني عنه طبعا. ان شاء الله هذا الاسبوع باذن الله يكتمل الفريق كامل المحترفين والمحليين، وتشوفوا ان شاء الله نادي الرائد بشكل افضل. ان شاء الله الرئيس يعني جلس مع اللاعبين وتكلم وقال الموسم اللي راح ممكن ما كان الرائد طالع بالشكل الكويس، لكن هذا الموسم ونوعد الجمهور ان شاء الله ان يشوفون الرائد بشكل مختلف باذن الله، من عمل اداري ومن لاعبين ومن طاقم فني باذن الله. والله يعني نقدر نقول الدوري قوي ذا الموسم واجانبه قوية واسماء قوية، بس برضو انا قاعد اقول يعني رغم عدم اكتمال اللاعبين الاجانب المحليين الا ان الموجودين الان مع المدرب جالسين يعطون فكر المدرب في الملعب، اسلوب المدرب يعني في عندنا اسلوب، في عندنا طريقه لعب اظهرنا ان نقدر نقول جزء منها اليوم، ومع اكتمال الفريق باذن الله بتشوفون رائد باذن الله بشكل مختلف وشكل اقوى باذن الله. طيب تكلمنا عن مباراة الاتحاد والرايد، عندنا المباراة الثانية الهلال فاز على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، نتابع الأهداف ثم نعود. طيب حتى تجهز بس أهداف المباراة، كان الهلال اليوم فيصل قدم مستوى يعني واضح عليه الإرهاق يعني طبيعي جدا، لكن أيضا حتى في جوانب إيجابية ظهرت في الهلال، هاتريك مالكم مثلا، نتكلم عن هاتريك في افتتاحية الدوري، نتكلم عن بعض اللعيبة اللي اليوم قدموا أداء متميز، ثلاث نقاط أيضا مهمة بالنسبة للهلال أمام أبها، وبعض اللاعبين اللي أثبتوا أنه مكانهم ليس بالهلال اليوم ثبت، مثل عبد الله الحمدان مثلا على سبيل المثال، يعني بما أن الفترة ما زالت لم تغلق هذه يعني فرصة بأن يتم إعارتها يعني بيع لعقود هؤلاء اللاعبين. أكيد أنه مالكم عبد الله حمدان غير مناسب للهلال، والله يا أخي قد يكون غير محظوظ، أنا ما أقدر أقول في اللاعب شيء، لكن اللي قاعد أشوفه من يعني بعض الفرص السهلة اللي لا تسجل هذا يبين لي واحدة من ثنتين، يعني أن اللاعب عطينا أكبر من حجمه، اعتقدنا منه شيء كبير، او حنا ضغطنا عليه بنعتقد انه مستواه اكثر، او انه غير موفق، واحده من الثنتين. وهذه بكل ثنتين نتيجتها واحده، انه ليس مكانك بهذا الفريق. طيب نشوف الاهداف ونرجع نكمل ابو محمد. طيب نستعرض اهداف مباراه الهلال امام ابها ثم لنعود. في الامام واصله باتجاه عبد الله الحمداني اللي مر الكره في اليسار الى ناصر، ناصر لعبه عرضيه مالكم، مع تقدم فريقه بأول أهداف المباراة بهدف رائع بتمريرة كانت متقنة من ناصر الدوسري واستثمار من مالكم للكرة وتسديد. الله الله، ومن غير سعد بقير كانت أوضح على مستوى الهجوم بالنسبة للهلال. ناصر الدوسري كان قد أثر الجهة اليسار، الكرة من البريك ملعوبة إلى مالكم، مالكم عدى وتسديد. الله 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 الله، جول معيوف، أرسل الكرة طويلة على الجهة اليمنى بحث عن سعود عبد الحميد، كرة في الجهة اليمين طويلة، سعود سيطر عليها، سعود يأخذ الكرة من الجهة اليمين، عدى يمرر الكرة رائعة باتجاه كنو إلى محاولة إلى تمريرة راحت لمالكم. الله، جول، هاتريك رائع. طيب بنبارك لكافة الجماهير الهلالية في مستهل مشوار دوري روشن. فيصل الجفن تفضل. مالكم بكل تأكيد يعني اليوم أثبت بأنه لاعب قناص ومفيد للنادي الهلال، طبعا نسينا نبارك إذا ثبت رسميا يعني موضوع نيمار يعني راح يكون الفريق تقريبا شبه مكتمل، تكمل لسه بعد نيمار باقي واحد
يعني نيمار انا اشوفه صفقه غير انها فنيه، مهاجم بيتروفيتش صفقه غير انها فنيه، باقي الوسط باقي الوسط بعد الله مسكين. خلونا نتكلم، خلص المباراه ونتكلم عن موضوع نيمار، تفضل يا فيصل. فيعني تدريجيا الهلال يعني ماشي بالطريق الصحيح. نعم بندر زيحان، فيصل يقول عبد الله حمدان لا يناسب الهلال. طيب خليني اول شيء قبل ما نتكلم عن النقاط الفنيه خليني ابارك لانصار نادي الهلال واداره الهلال ولاعبين الهلال والجهاز الفني على هذا الفوز. اليوم الهلال يحقق رقم عالمي وريكورد عالمي بانه منذ انطلاقه الدوري الممتاز من عام 1977 حتى يومنا هذا 48 نسخه الهلال لم يخسر مباراته الاولى ابتداء من عام 77 امام الرياض ب 1-0 حتى اليوم مباراه ابها الهلال 48 نسخه لم يخسر اي مباراه، يعني 48 نسخه الهلال فاز في 39 وتعادل في 9 نسخ، فهذا ريكورد يسجل لنادي الهلال وانصاره. المباراه بدات بغيابات كثيره في نادي الهلال، وجود لاعبين متميزين لهم اسمائهم مثل بروزوفيتش، تتكلم عن كنو، تتكلم عن كوالابالي، تتكلم عن الأظهر الاثنين ياسر وسعود. نعم. الهلال بدأ بشكل مختلف المباراة، بعد 5 دقائق 10 دقائق بدأ يفرض الهلال سيطرته، ولكن للأمانة أبها كان متميز، كان عنده لاعبين لكن لا نجد الخطورة في نادي أبها إلا في سعد بقية. هو اللاعب الوحيد اللي من كل كرة في قدمه ما شاء الله قلت له بالله، هو 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 اللاعب المسيطر على المباراه، مسيطر على فريق ابها، يعرف كيف يتمركز. خرج مصاب، خرج مصاب، خرج مصاب في اخر دقيقه طبعا. هو في اليوم يمكن 4 إلى 5 اصابات كلها في الكاحل، لكن يعتبر سعد بقير حقيقه للامانه يجب ان نصف هذا اللاعب على مستوى فني كبير. وبارك للهلاليين ايضا كذلك العين التي استقطبت هذا النجم جناح منتخب البرازيل مالكم، ليعتبر اضافه فنيه للدوري السعودي ولنادي الهلال، لاعب متميز. حتى المباراه السابقه لما رجع في مركزه في الطرف الايمن اتضحت انه هذا اللاعب من طراز عالي كبير، يعرف طريق المرمى، يمتلك ما شاء الله لا قوه الا بالله قدم قويه، عنده حاسيه الوقوف في المرمى. هذا اللاعب انا اعتقد انه حيكون مفاجاه الدوري السعودي، جميع الانظار اتجهت لبروزوفيتش، اتجهت ل حتى تجي الاسماء كبيره حتى لاعب الهلال سافج، روبن نيفز، لكن انا اعتقد انه مالكم حيكون إضافة كبيرة. اليوم تتكلم عن أول مباراة رسمية يسجل فيها، أول مباراة يسجل هاتريك، هذا رقمه معدل عالي. نعم. سأتي لنقطة قبل عبد الله حمدان. حتى مساهماته مالكم للأمانة مساهماته بالنسبة لعدد المباريات تعتبر رقم متميز. ولاحظ أنه هذا اللاعب جداً. لا هذا اللاعب ما عسكر مع الفريق من بداية فترته، سواء تسجيل أهداف أو المساهمة في صناعة اللعب. نعم ما عسكر مع الفريق في بداية فترته وكان جاهم في نفس البطولة. في نقطة ثانية اللي هي أنا أحب أوضحها في قضية مهمة جدا، أن قضية النقد ما في شك أنه محمد البريك يعتبر من أفضل الأظهرة في المملكة العربية السعودية، وفي الجزء الأخير في كل ملعب يعتبر أفضل من كل اللاعبين، أفضل من زملاء سعود عبد الحميد وأفضل من زميله سلطان الغنام في الثلث الأخير، يعرف متى. لكن أنا استغرب للمرة الثانية تكون كرة مرتاحة يستلمها اللاعب، يكون في ضغط من الفريق المنافس، تقطع من محمد البريك بطريقة غريبة. حتى أنه اليوم انتبهنا الكرة يعني ما عليه ضغط عالي، اللاعبين متواجدين في منطقة، أخذوا الكرة واتجه لهم، وهذه كانت علامة يعني تضع علامة استفهام كابتن محمد البريك. هذا لا يعني أنك أنه مو نجم كبير، لكن نعم. تخسر في هذه المنطقة أنا أعتقد أنه أمر غريب، ويجب على مسيرين نادي الهلال الفنيين يجلسون مع اللاعب حول هذه النقطة. أخيرا بندر ما جاوبتني على عبد الله الحمدان، هذا راجع عبد الله الحمدان، هل هو مناسب للهلال؟ عبد الله الحمدان من افضل المهاجمين اللي موجودين في المملكه العربيه السعوديه الان، من ناحيه الحركه، من ناحيه التمركز، من ناحيه اليوم لعب كورتين منها الهدف الاول كره ميته من عمق المرمى، هو اللي استلم الكره واخذها على جنبه واعطى زميله ناصر، انفراد، لاعب متميز شغوف يتابع حركه، لكن هو لاعب حقيقه للامانه غير محظوظ في قضيه التسجيل، غير محظوظ امام المرمى. سبحان الله هذا اللاعب ما يعتبر هداف، لكن هو لاعب في داخل المنطقة داخل الصندوق يعتبر لاعب مهم جدا. هذا اللاعب لو لعب، بس أنت ما شفت كمية الفرص الضايعة والهجمات. نعم. بس هو شوف صارت اليوم أنا شفت كرة لعبها أوفر ناصر وطلع فوق اللاعبين ولعبها في الزاوية البعيدة، هذا تنم على أن اللاعب، على فكرة ترى اللاعب لما كان بنادي الشباب أخذ في دوري روشن أخذ أفضل لاعب سعودي في الأسست من ناحية أكثر عدد الفرص، بس هو لاعب غير مسجل للأمانة. عبد الله الحمدان إحنا نثني على تحركات يمسك الكرة. طيب هذه مشكلة مدرب، مشكلة لاعب، مشكلة تدريبات للأمانة. مشكلة هذه مشكلة اللي خلقها في عبد الله الحمدان هو مدرب الهلال السابق دياز،
لما تاخذ هذا اللاعب وتلعبه في الاطراف واخر 10 دقائق تزج فيه تقول للاعب اعطيني ما عندك، هو اصلا يلعب راس حربه وجيت تلعبه في الاطراف سنتين موسمين. عبد الله حمدان انت ممكن تمر على الهلال مباراتين ثلاث مباريات ما يلعب اللاعب، لكن اللاعب هذا انا اعتقد انه لما ياخذ فرصه كامله يجب ان يعطى فرصه ايضا كذلك مباراه ثلاث مباريات، وباذن الله هذا النجم سيثبت كفاءته لدى جماهير الهلال. يعني بندر زحل انت تقول ان عبد الله الحمدان لاعب موهوب لاعب ممتاز لكنه غير محظوظ في التسجيل في الاهداف. طيب عادل ملحم الهلال وابها، واذا بتعلق على موضوع عبد الله الحمدان. اي لا انا شفت مباراه الهلال وابها، يعني الأمانة أتنقل يعني ما بين الاتحاد والرائد والهلال وأبها. الهلال طبعا يعني فضل نجومها، وتصور أن المباراة ما كانت وجهة نظري ما كانت صعبة، حتى رغم أنه سعد بقير يعني استطاع تعديل النتيجة، ولكن أعتقد نجومها يعني وقيمتهم ما أظنها كانت صعبة عليه أن يتفوق على فريق أبها. نعم. لكن الحديث أنا طبعاً عن موضوع عبد الله الحمدان، يمكن أنا أتفق مع أخوي فيصل في هالنقطة، لأن ذكر أخوي بندر قال قبل قليل قال رأس حربة. رأس حربة ما يسجل، ما يستطيع يسجل، عاد محظوظ مقرود ما أدري مو موفق. لا مو مقرود. لا لا سمى ما تسميه. غير محظوظ. غير محظوظ. غير محظوظ. غير محظوظ. يلا غير محظوظ. أنا أقول لك إياه بكل صراحة. وجهة نظري الشخصية يعني يمكن شوف في يوم من الأيام حكمنا على شراحيلي مدافع الاتحاد، قلنا هذا مدافع فاشل، والهلال فعلا استقنى عنه وراح كم نادي راح للفتح وراح ما أدري وين. نعم. لكن الآن عاد نفسه واكتشاف نفسه وأصبح الآن وجهة نظري شراحيلي هو المدافع رقم واحد في الأقربية السعودية كمحلي سعودي. صحيح. هو المدافع رقم واحد. طيب وجهة نظرك عبدالله الحمدان. عبدالله الحمدان. عبدالله الحمدان أنا أقول لك إياها الآن، اللي أنا أقول أذكى رجل موجود رياضياً في المملكة السعودية هو خالد البلطان اللي استطاع أن يسوق النادي الهلال. طيب هذا وجهة نظري. خلك ما سوقه، وقدم له عرض بسبعة مليون ورفض اللاعب. أي شوي هو بالنسبة له فرحان. سبعة مليون للاعب ما فرحان. تقدم هذا العرض إلا أنت تثق باللاعب. ممتاز. وراح طبعاً للهلال ولا قدم نفسه ولا عمل شيء، ولعب للمنتخب ولم يقدم نفسه. أنا أقول ما قدم نفسه في فترة سابقة، الآن الهلال مثل بقية الأندية، النجوم اللي جايين أتصور مع لسه الهلال يعني نيمار وفي وراه لاعب يمكن وراه لاعب ما أدري كم العدد بيصير في النهاية، لكن أعتقد عبد الله الحمدان خلاص مكانه في دكة البدلاء. نعم. وأتصور إنه المشجع الهلالي ما أقنعه عبد الله الحمدان هذا. مع سعد عادل بس عشان ما يفهم كلامي خطأ، أنا ما أقول إنه يلعب أساسي في الهلال، أنا أقول بديل، يعني في عندك مهاجم مثلاً متروفيتش يكون مهاجم الهلال هو بديل. طيب ما لاعب بديل. بندر. أنت قلت شو إيش قلت اللي ذبحه. انت شفت تمريرة الهدف سعد؟ لا خليني اكمل لك. من صنع الهدف اللي ايش قلت المدرب السابق ايش سوى فيه؟ كان يحط احتياط ويلعب اخر ربع ساعه يلعب ولا يلعب راس حربه. وبالتالي الان نفس الشيء سعد عادل، اذا بتلعب اخر 10 دقائق اذا ما فلح في 90 دقيقه سعد عادل. سعد عادل بس بهدوء حبيبي، الان لما تاخذ واحد راس حربه وتلعبه جناح يمين او جناح يسار هل حيعطيك بنفس العطاء؟ اذكروا بس مباراه اوراوا الاياب اللي كانت في سيتاما، وش لعب عبد الله الحمدان؟ لعب جناح يسار، وبعد المباراة يلامون. اللاعب إذا ما يلعب في مركزه ويأخذ وقت صدقني لن يقدم. يعني سالم الدوسري من أفضل اللاعبين، لو تأخذ لعبه 9.5 أو 10 ما حيعطيك. بندر. الموضوع طيب ومع المدرب مع جيسوس ولي لعب. أنا سمحت لي. أنا الجولة كاملة. دكتور فهد. يعني الهلال حقيقة يتميز على الأندية الأخرى بجودة اللاعب المحلي. أعتقد هذه واحدة من الأشياء اللي يتميز فيها الهلال عن الفرق الأخرى. يعني احنا شفنا اليوم غياب اللاعبين الاجانب ما اثر على الهلال لان في عنده لاعبين محليين على مستوى عالي، والدليل على ذلك حتى اللاعب الناشئ اللي هو مصعب الجوير اليوم واحد من نجوم المباراه، واعتقد انه لاعب مستقبل هذا اللاعب. فهذه واحده من الاشياء اللي تفرق الهلال عن الانديه الاخرى جوده اللاعب المحلي. يعني غياب اللاعبين الاجانب اليوم يمكن ما كان له تاثير، بالرغم ان مثل ما ذكرنا سابقا الانديه هذه حتتفوق فنيا على الانديه الاخرى بحكم وجود اللاعبين الاجانب موجودين، حتى لو كانوا 2 أو 3 أو 4 حيكونون فارقين مع الأندية الأخرى. لكن الهلال اليوم يعني حقيقة إذا اكتمل الهلال بلاعبين المحليين بلاعبين الأجانب، إذا كان أيضا نيمار حيجيها، نعتقد الهلال ما أعتقد أن أحد يستطيع أن يجاري الهلال في الفترة القادمة إذا جاء. إذا خليني بس أكمل. أنا بعلق على نقطة عبد الله الحمدان أيضا لأنها طرحت. عبد الله الحمدان ممكن تقول أنه كويس وممكن تقول مو كويس، بقول لك السبب. لما تلعب في الهلال يفترض أنك أنت يعني
مخدوم يعني الفريق بيوصلك المرمى بسهولة. يفترض أنك تسجل يعني هذه واحدة من الأشياء اللي يعني لما تلعب في نادي مثلا آخر غير الهلال صعب أنك توصل المرمى وصعب أنها تحصل لك فرص مثل ما تحصل لك مع الهلال. يعني الهلال حيصنعك حصنع لك فرص كثيرة جدا يفترض أنك تستفيد من هذه الفرص. هذا جانب. الجانب الآخر أن أيضا عبد الله حمدان عندما يلعب في الهلال حيكون له ضغوط كبيرة جدا. يعني أنت مطالب أنك تقدم نفسك وتنافس اللاعبين الآخرين. لما تجي تلعب مثلا مع سالم الدوسري مع مالكوم مع اللاعبين الكبار هذولي لازم ترتقي لأن توصل المستوى، بالتالي تصير على اللاعب ضغوط ولازال صغير السن. نعم. لكن أنا أعتقد أن عبد الله حمدان أخطأ خطأ كبير جدا في الانتقال للهلال. نعم. لو اختار طريق آخر غير الهلال أنا أعتقد أن عبد الله حمدان ممكن مع الوقت يتحسن ويتطور. يعني لكن موجودة في الهلال أنا أعتقد أنه حتقضي على هذه اللاعب مناسب بالنسبة لك لكن في غير الهلال. في غير الهلال. طيب. نعم. جمال عارف الهلال وأبها بشكل سريع لو سمحت. جينا دحين وجينا بسريع وطويل. تدري ليش عبد العزيز؟ ليش؟ باقي عندنا مباراة الاتفاق والنصر. طيب باقي عندنا مباراة الشباب والأخدود. لسه يا حبيبي. باقي عندنا بنفتح مواضيع ثانية. نيمار وغيرها. أفتح مواضيع بس أنا بتكلم في نقطتين أساسيتين. لازم نعترف إنه الهلال في الخمس سنوات الماضية فريق صراحة فريق زي ما تفضل الدكتور إنه فريق ممكن أي لاعب ينجح معه وأي مدرب ينجح معه. هذه نقطة ما يحتاج إن إحنا نختلف عليها. نعم. لكن في السنة هذه لا الوضع اختلف، أو في السنتين الماضيتين السنة العام الماضي والسنة هذه الوضع اختلف. أصبحت كل الأندية قادرة إنها بالذات أندية الصندوق الأربعة إنها تنافس تكون يعني منافسة على الدوري وعلى كل البطولات. وما نبغى نبالغ نقول والله الهلال في أي لاعب يجي معاه يعني ينجح معاه. طب هذا عبد الله الحمدان ما نجح مع الهلال وكان ناجح مع الشباب. فبالتالي المبالغة ما ينفع. بالنسبة لي أنا أشوف الهلال فريق ينافس في كل سنة. نعم. في كل سنة هو فريق المنافس أضعه. يعني لو تيجي تسألني تقول لي مين اللي تحطه في المنافسة أقول لك الهلال الاتحاد النصر وممكن الأهلي السنة هذه ممكن الأهلي والشباب إذا ربنا رزقوا بلعيبة ثلاثة لعيبة أربعة لعيبة مميزين ممكن يكون منافس. نعم. البطولة يعني أربعة الصندوق. لكن الهلال دائم أنا شخصيا أراه هو دائما منافس. بالنسبة لعبد الله حمدان، عبد الله حمدان للأمانة ما هي مسألة إن نحن قاعدين نقول والله مو لاعب ولا ما ينفع ولا مو راس حربة. لاعب موهوب ما فيها شك ما في كلام، لكن للأسف الشديد ما قادر يخرج من أزمة مشكلة له في إنه كيف يعني يقدر يتجاوز إنه هو كيف يقدر يتعامل مع الشباك. وهذه حقيقة الضغط الجماهيري الضغط الإعلامي مو قادر يتجاوزه. وهذه نقطة يجب على مسؤولي نادي الهلال أو وكيل أعماله إنه يجلس معاه جلسة مصارحة والمدرب. ولازم يعترف إنه لا يمكن إنه واحد زي خيسوس مدرب معروف مدرب متميز له نجاحات وعنده سي في كويس إنه يقول لك والله عبد الله الحمدان هذا أنا لاعبه، لأنه لا يمكن إنه واحد مدرب زي هذا يقول يبغى ينشد النجاح وينشد البطولات والإنجازات ولعب، لكن هو بيعطي له يعني بيعطي له حافز وتحفيز يعطيه فرص للعب. ها؟ يعطيه فرص ويعطيه حافز إنه يحفزك أنا ما زلت مصر عليك يلا شد حيلك. هو لازم يخرج من هذه الأزمة. نعم. إنه كيف خرج راح الهلال هذه نقطة ثانية. يعني الهلال زاخر بالنجوم بس لا إحنا يعني ما نبغى نكرر. نعم. مسألة إنه هذا اللاعب. طيب. نضغط عليه وفي النهاية. جميل. وفي النهاية نقول عبد الله الحمدان لازم هو يعالج مشكلته بنفسه أولا، هو يقعد مع نفسه شوية. نعم. ويشوف إيش اللي بيقدمه. نعم. ويعالج المشكلة. حسن عبد القادر. طبعا أبارك الهلال، الهلال استحق الفوز. يمكن ذكرت أنا أمس في حلقة الأمس قلت إنه حتى الهلال في غيابات هو قادر على تحقيق الفوز على فريق أبها للفارق الفنية اللاعبين المحليين كما ذكر الدكتور. فارقين في الهلال بشكل كبير. لكن نقطة مهمة اليوم يمكن تصريح مدرب أو حارس فريق أبها إباسي. قال أبها تعاقدوا مع حارس بديل عنه، الحارس حيمشي. يقول بلغوني إني أشارك المباراة قبل ثلاث ساعات. نعم. يعني تخيل إنك تجيب حارس بديل وما أكمل تسجيله أو ما وصلت بطاقة دولية أو مو جاهز، والحارس اللي كان عندك من الموسم الماضي لإباسي تبلغه وانه عارف انه ما راح يلعب وقبل المباراه بثلاث ساعات يقول له ترى انت بتشارك اليوم مباراه وامام مين؟ امام الهلال. هذا خطا فني وخطا اداري وخطا حتى لو في غير صالح المجموعه. نعم.
ففوز الهلال امر طبيعي طبعا، طبيعي الفارق الامكانيات معه مع الابها ومع اي فريق اخر. يعجبك حسن، يعجبك حسن انه يتابع حتى ايام في جريده الحكام صراحه للامانه، حسن من الناس اللي يتابعوا الاحداث ويجيب لك هي يعني كامله مكمله للامانه. ما يحتاج، وانا يمكن هو يعرف رايي فيه، اعلامي كبير ابو محمد، ابو عبد العزيز استاذ يعني. لا وانت تعرف رايي، يلا اختم اختم الموضوع هذا ابو رجل للامانه، هذا يصقل هذه النص. ها اخلص اقول تفضل كلامك عدل ابو عبد العزيز. لا والله انا شفت حسن انا من بداياته طور نفسه بشكل عجيب في سنتين ثلاث سنوات ما شاء الله، حتى مقالات صار يكتب. بعد الكلام هذا لا عاد تتكلم. خلاص حمدان بس كلمه ابو عبد العزيز، هذه حقيقه ما هي مجامل ابو عبد العزيز. حمدان باختصار من مصلحه الحمدان انه يسير على خطى فراس البريكان. فراس البريكان خرج من النصر لسبب نفس الازمه، انه ما يسجل، انه شاف اللاعب مو مثمر بشكل كبير، خرج من النصر راح الفتح اصبح لاعب اساسي في المنتخب السعودي الاول. ما يمنع، مو لازم تكون في الاهلي في الاتحاد في النصر في الشباب عشان تروح منتخب، ترى ممكن البريكان شارك كاس عالم من الفتح مع كامل احترام وتقدير للفتح. البريكان فرصتك الان، فرصه الانتقالات مفتوحه الان. نعم. اذا جلست اذا شفت نفسك مع حضور اللاعبين الاخرين للهلال الان اعتقد فرصتك ضئيله جدا جدا انك تشارك. حتى بعد عوده صالح الشهري من الاصابه ستثقل فرصتك بالمشاركه، ابحث عن نادي اخر، ارجع كون نفسك من جديد، صدقني الابواب مفتوحه لك انك تقدم كل كل امكانياتك وانك تعود للمنتخب او تقدم نفسك بشكل مختلف عن ما نشاهده حاليا. طيب نشوف مدرب ابها وش قال بعد نهايه المباراه. Play against Al Hilal, we know who is Al Hilal. Al Hilal have fantastic players. I know today don't play Koulibaly, don't play Milinkovic Savic, don't play Neymar. Maybe it's new player from to Al Hilal. Maybe go. We play good game. It's the result is bad for us. Half 1-1. It's a very strong game for us. I think. My team play good game with we rebuilt a team. It's many players is new. We need players. It's problem for us today with bench. Bench is very young players. Different like Al Hilal. Al Hilal changed five players. We changed only one because injury sat. It's problem for us. I'm very proud for us team, for our team. We play. With break hearts on in the beginning to the last minutes, it's football. We not favorite to the Saudi Pro League, to the champions. Al Hilal a big favorite. I like Hilal, like another teams we play. We have our target. Our target is I think maybe 8, maybe 10 place in the league to the end. It's طيب نتوقف مع فاصل قصير ولنا عودة لاستكمال بقية محاور حلقتنا. ودولات من مختلف مناطق المملكة. مرحبا يا عهد. نعرف ونشوف معكم آخر التطورات من القرى المميزة عاش فيها الآباء والأجداد. نسأل الله دائما وأبدا أن يديم عز ومجد هذه البلاد الغالية. We'll be right back.
حياكم الله متابعينا في الجزء الثاني من الديوانية. قبل ما نروح نشوف أهداف مباراة الاتفاق أمام النصر، حسن عبد القادر يقول عندي خبر مهم جدا وخبر عاجل. تفضل أبو محمد. الأهلاويين. عشان أنا أعلمك إني أنا عندي ما عندي مشكلة، حرية الرأي متاحة للجميع. خبر خاص بالبرنامج، أعتقد أن الأهلي خلص بشكل يعني شبه كامل أو كامل مع اللاعب درينكسي البولندي لاعب نابولي الإيطالي. تم إرضاء يعني إرسال العرض الرسمي للنادي بناء على المفاهمات اللي تمت بين لجنة الاستقطاب واللجنة الفنية بالنادي الأهلي مع نادي نابولي. وصل يلعب وسط. هو لاعب نابولي الإيطالي ولاعب مهم جدا، يلعب ثمانية. معروف أبو عبد العزيز بولندي. يلعب مركز ثمانية، أعتقد إنه إضافة كبيرة للأهلي، وهذا يعني الأهلي يستاهل وما زال يحتاج طبعا لاعب مدافع، اللي عرفت إنه في لاعب مدافع. شوف الكرة من جديد، شوف اللمسة الحسن، ماني في الجول، في الجول، في الجول، التمركز أحلى كلام. وحيد الكرة تلعب الآن من هندرسون، خطير ولكن سهلة، المحاولة موجودة والكرة في الجول، الكرة في الجول، هدف اتفاقي أول عن طريق روبن كوايسون، اعتراض كبير من الحارس نواف العقيدي. روبن كوايسون يسجل 1-1 في المباراة، 1-1 في المباراة من الركلة الركنية. نشوف الآن النقاش اللي بيكون موجود، ولاحظ الكرة من جديد، المحاولة الماضية وبعد ذلك الحارس نواف العقيدي اللي يطالب بوجود اشتراك في اللقطة الماضية بينه وبين علي هزازي، ولكن القرار سيعود لحكم المباراة. القرار الأول. كم كان عشاق النصر يتمنون تواجد الدون اليوم للاستمتاع ومتابعة الهداف الحقيقي، لكن هنا الاتفاق، المحاولة خطرة، جول على طار الهدافين، موسى ديمبلي يظهر ويسجل. نبارك لعشاق الاتفاق، عشاق فارس الدهناء، بالفعل مباراة قدم مباراة كبيرة وثلاث نقاط هامة بالنسبة للاتفاقيين على حساب النصر اللي قادم من تحقيق البطولة العربية، وهي دفعة معنوية ما في شك للاتفاقيين، حظ وافر لكل النصراويين. عادل ملحم، لماذا فاز الاتفاق وخسر النصر هذا المساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء مبارك للاتفاقيين، مبارك لإدارة الاتفاقية، جمهور الاتفاق، ونقول مثل ما قلنا قبل فترة هنا، نقول إن شاء الله نكون يعني موسمكم السنة هذا غير. طبعا معليش، أنا أول ما بدأت المباراة يعني كنت أسمع بالغيابات النصراوية، لكن طبعا يمكن ما استوعبت إلا أول دقيقتين لما قال معلق الاتفاق يقابل رديف النصر. طبعا ادركت وانا طالع التشكيله، وادركت انه اليوم شوف مادو العمري لجامي الغنام اليكس بروزوفيتش. اليوم سجل اسماء انا ابو صقر، قلت اكيد بيعطينا قائمه طويله غيابات النصر. ما قلت شيء تم حتى جيت فضل. حتى جيت عندهم بتقاطعني. لا لا تفضل تفضل عشان نصراوي يعني. لا على العين والراس ما قلت شيء ابو صقر. لا 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 ولا زعلان انت بالخساره؟ ها زعلان من هزيمه؟ لا لا, لا. طيب. انا توني بطل كاس الملك. طيب كاس خادم الحرمين الشريفين، كاس مولاي انا شايله قبل 24 ساعه. انا اقول لك يعني الاسماء دي كلها شاركت في العربيه، اسماء اساسيه. يعني لما اقول لك مادو العمري لجامي غنام اليكس بروزوفيتش فوفانا الدون تاليسكا، تسعه ذيل اليوم ما هي موجودين حتى في الاحتياط.
طبعا ما في شك فريق كامل جديد يلعب. نعم في النهاية هي هزيمة، في النهاية أكيد أنه نقول مبروك الاتفاق حال لك للنصر، ولكن أنا شخصيا اليوم المباراة لما تابعت الشوط الأول بالنسبة لي أنا ما كان الاتفاق موجود. أنا طبعا تابعت لين الدقيقة 65 بحكم البرنامج، طبعا مضطر أني أحرص على البرنامج، وأرجع وأقول الشوط الأول ما في اتفاق وبأجانبه وبلاعبه النصر كان هو اللي وكان قادر على تسجيل صحيح. أكثر من هدف يمكن لولا بعض الأخطاء أو اللمسات الأخيرة. لكن الشيء اللي أنا قلته في البطولة العربية أعيد وأكرر، أقول كلمة واحدة تكفون الاتحاد السعودي لكرة القدم، إحنا اليوم بوصلة العالم كلها متجهة عندنا، وش شايفين ذا الحراك الرياضي الجميل، لازلنا يا جماعة الخير ما إحنا قادرين نخرج من مشاكل بسيطة. اليوم التحكيم يعني تجي تطالع منظر الحكم ولاعب مثل ساديو ماني بس يعني يترجى يطلب مننا يروح يشوف اللقطة كيف يرتقي حارس الاتفاق، وقبل ما يرتقي حارس الاتفاق مدافع الاتفاق يحرك الكرة بيده والحارس ينزل على ماني وعلى رقبته وتوقف اللعب يعني تعور، فيترجى يرفض، والجماعة فوق في الغرفة جماعة الفار نفس الحكاية ما أحد لا حس ولا خبر. نجي بعدها بنفس الحكاية، أنا كنت أتمنى فقط أنه طالما عندنا تقنية يا أخي أرجع وتأكد منها، نرجع لنفس الحكاية الهدف الاتفاقي الأول الكرة مسكها العقيدي في احتكاك عاد أنت رحت قدرتها شفتها مرتين ثلاث قدرتها إنه ما بيحتكاك على الأقل ترضي شوي غروري، لكن بالصورة ذي اللي شفتها اليوم أنا ما صادر فوز الاتفاق لا وقلت مبروك ويستاهلون وإن شاء الله جميل. الأفضل الأفضل يستحقون. ولكن اليوم أنا أقول رسالة رسالة تكفون الاتحاد السعودي لكرة القدم، اللي شفناه اليوم في مباراة الاتفاق أنا وجهة نظري اللي شفته في العربية التحكيم اللي شفناه في العربية وشفنا كم طيب. مباراة طيب ليه ما يطلب حكم؟ عطونا لقطة الهدف الأول أبو صقر هذه اللقطة هذه بكمل أبو صقر هذه اللقطة بما أنك أنت تطرقت لها هذا طيب. الهدف الأول بالنسبة للاتفاق أي لاعب كان البلنتي ما جابوه اللي الحارس مع بس هذا بس هذا الهدف اللي عليه جدل يعني صار فيه أنا هذا أقول رأيي كنت أتمنى أنه يروح يشاهده يعني أنا طبعا أوجه لوم على إدارة النصراوية من الآن أنا أقول لك إياه أوجه لوم أنتوا الآن شايفينه وأنتم الآن بدأتوا الموسم ببطولة مهمة وعظيمة والآن هذا دوري كبير أنا أقول لكم لا تركنون الحكم المحلي أنا أقول لك يا بكل صراحة طبعا أتكلم عن النصر من حق الاتحادي يتكلم عن الحكم المحلي الأهلاوي الهلالي أنا اللي شفته اليوم من الكابتن محمد الويش يعني بالذات 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 ركلة الجزاء اللي تكلمنا عنها بالذات ركلة يمكن هذه يجي من يخالفني الرأي فيها إنه اللاعب ما احتك وياه نزل على الكرة ويعني فيها أخذ وعطى مع أني أنا شاهدها أيضا هذه فاول إحنا تعلمنا وعلى يساري لاعب سابق وعلى يميني لاعب سابق تعلمنا وإحنا صغار نشوف نقول الاحتكاك مع الحارس إيش وضعه من تعلمناها أبجديات تحتك معها بس أكملها بس بسرعة أنا أرجع وأقول إذا مشوارنا في الدوري يعني ليش إحنا نقول نسعين بالأجانب نودنا بالمحلي بس نقول حرام هدر إنه يجي حكم مثل كابتن محمد الهويش في هالمباراة في هذه المباراة وفي حاجات بسيطة أبجديات يعني نقول لك يا أخي راح تأكد منها الحكم اللي قاد الهلال والنصر لما أعلن عن ركلة جزاء للهلال يا أخي استدعي راح استدعي يعني ما تلوم الحكم تأكد ها لا ما تلوم الحكم أنا قلت لك سألهم اللي فوق أيوة أنت ما طلبه ها ما قالوا له هذا المصيبة عندك شاشة وتشوفها مرة ومرتين وثلاث وبعدين تسمع يا أبو عبد العزيز تشوف الحكام اللي برا يعني مثلا الحكم جرة الرياضية والثاني والثالث يكتبون أثناء المباراة ركلة جزاء لم تحتسب لسعد يماني يعني بكل هالناس يقولون طيب يعني تبغى الحكم يطلع في الصحف الرياضية لا يا رجل ما فهمت ما كيف يعني لا أبو عبد العزيز فهمني أبو صقر أنا خبرك والله في والله بس فهمني أنا أتكلم أنا كمشاهد أنا أتكلم كل هالناس تشوف تتكلم وأنت اللي فوق في الشاشة رافض أنك تقتنع بكورة
بكره شافها القاسم بس مو برافض استاذ عادل زين الذهاب يعني الذهاب بتقنيه يعني الفار يعني في امور انا اقول خلص اكمل جزئيه بس بقول لك نقطه مهمه خليني اكمل الذهاب الذهاب لاليه الفار لا اليه ما هو اذا قال لك لاعب ساندو ماني قال لك روح شوفها حروح ما هو اذا كتب صحفي حروح لا في اسمها مو بس اليه تاثر على تقييم الحكم المباراه اتكلم انت اذا كنا اللي احنا شايفينه والله الذي لا اله الا هو اقوله للنصر وغير النصر اذا كل اللي احنا شايفينه وانت ما شفتها يعني في كرات ليش احنا قلنا قبل شوي الفاول الاحتكاك الحارس يقبلها ممكن صحيح. ممكن الدكتور انا ما شفت البلانتي خلينا نشوف البلانتي او انا في شيء لكن الكرات يا كابتن طيب. بندر يصعد ان شاء الله يجيبونها يشيلها بيده والثاني ينزل على راسك سليمان سليمان يطالب الحكم واضحه وصقر كان يتوقع انه صفر وصقر ما في شيء دكتور فهد قريني وبالتالي اقول احنا اخر شيء اختم انا اقول لك بكل صراحه كل شيء قلته في العربية كل شيء زين جميل التحكيم في البطولة العربية كان تحكيم سيء أنا أقول لك إياها بدينا في روشن كل شيء إحنا بنتطور فيه وبنتقدم كل العالم بيجونا إلا عندنا هالمعضلة ذي اللي لن تتطور لذلك أنا أقول كل رئيس نادي يبقى يحافظ يبي ينافس يبي يحقق عليك يا بوي من الآن أنك تقدم من الآن على طاقم تحكيم أجنبي لأن ربعنا بيكون صراحة كل المباريات وجهة نظري ربعنا محل سر ادفع 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 6 مليون ادفع 6 مليون ها قلتك وجب حكام اجانب الجميع مباريات وانت خسران 200 300 مليون ادفع 6 مليون احنا شفنا الموسم الماضي جابوا حكام اجانب وكان عليهم جدل وكان في اعتراض على الحكام الاجانب فجدليه الحكام هذه موجوده في كل موسم لذلك نحن نقول دائما افضل الحكام هو اقل اخطاء حقيقه اليوم يمكن الحالتين اللي ذكرها ابو صقر الحاله الاولى الهدف اللي سجل الاتفاق نعتقد ما في شيء لان اللاعب الاتفاق لم يتحرك ابدا اللاعب هو اللي الحارس هو اللي نزل على اللاعب فبالتالي هذا نعتقد ما في شيء الهدف هدف صحيح لكن اللقطه اللي كانت ساديو ماني مع الحارس نعتقد انها شخصيا رايي انها ضربه جزاء للنصر يمكن لو عيدت لان الحارس لم يلمس الكره هذه اللقطه ابو هذه هي انا اعتقد ان هذه ضربه جزاء للنصر يعني ما ادري انا استغربت ان الحكم ما راح للفار عشان يشوف اللقطه ف يعني النصر حقيقه في هذا لا واضح اي لكن ارجع لمباراه ابو نواف تفضل النصر اليوم وفق الظروف اللي مر فيها النصر يعني جاي من بطوله قبل 48 ساعه نص الفريق او اغلب الفريق غير موجود مباراه ايضا تلعب في درجه حراره عاليه ورطوبه عاليه اعتقد يعني الظروف اللي لعب فيها النصر يمكن نوجد عذر للنصر يعني اليوم بالرغم ان الخساره دائما يعني ما حد يتمنى الخساره لكن وفق الظروف انا اعتقد ان النصر يعني اليوم يعني نقدر نقول انه يعني خسر لان الظروف ما ساعدته انه يلعب المباراه اليوم لكن حاجه اخرى يمكن نضيفها هنا اللي انا قلت عن الهلال اقول عن النصر جوده اللاعب المحلي في النصر هي اللي يمكن ما ساعدت النصر اليوم انه يشيل نفسه عكس الهلال شوف الهلال لما غاب عنه لاعبين الاجانب اللاعبين المحليين شالوا الفريق أيه. ولذلك انا اقول اللاعبين الاجانب في النصر وفي الاتحاد وفي الاهلي هم اللي يفرقون اما اللاعبين المحليين في الانديه هذه الثلاثه انا اعتقد انهم اقل من مستويات اللاعبين المحليين الموجودين في الهلال فيصل جفن خساره النصر فوز الاتفاق انا اقول مباريات الجوله الاولى كلها من مقياس لا للنصر ولا للاتحاد ولا للهلال يعني اذا قارنا بظروف اللي عدم اكتمال اللاعبين النقص اللي صار في النصر اليوم عدد كبير الهلال مثلا الفريق اللي أمامه أبها أقل إمكانيات الاتحاد الرائد أقل إمكانيات يعني ممكن يكون الحكم بالجولات القادمة موضوع التحكيم أنا يعني لن أسمع يعني النادي يشتكي من التحكيم وعنده فرصة أن يجيب حكام أجانب أنت عارف الوضع صحيح. عارف نفس الأسماء اللي صحيح. موجودة فلا تجي تختبرهم من جديد يعني الأسماء هذه صحيح. إمكانياتها معروفة عندنا من 3-4-5 سنوات مع إيماني التام بأنه لو تلاحظون في بعض الأمور بحكامنا المحليين الحكم الأجنبي ما يأخذ 10 ثواني في موضوع الفيار حتى لو طلب منا في لحظة إحنا تلقاه يأخذ فترة طويلة يعني أنا لاحظت حتى نفس الحكام تشعر أنه عندهم قانون مختلف عن القانون اللي إحنا نشاهده سواء كانت في البطولات المحلية أو البطولات الخارجية في موضوع أنهم يأخذون وقت أطول حتى أنهم اللاعبين يعني يستكثرون هذا الوقت فهذه إمكانيات الحكم اللي موجود الحالي أنت من الأساس مثل ما قال أبو صقر أنت دافع لك مبالغ كبيرة ترى مو كثير مبلغ حق موسم كامل
انك تطلب حكام حتى على ارضك وخارج ارضك يعني حتى ما تجد فرصه. فمن الان لا احد يعني لا نسمع احد مثلا يتكلم عن التحكيم وهو عنده فرصه يجيب حكم اجنبي. بندر زيحان. طب خلينا نبارك اول شيء لفارس الدهنة نادي الاتفاق، بارك له انه الحراك اللي بدا في نادي الاتفاق اليوم بدانا نشوف اثاره الاثار الفني. صحيح الشوط الاول كان بداياته ما كان نادي الاتفاق بالشكل المطلوب، لكن بشكل عام نادي الاتفاق اليوم بدا يثبت لنا انه كان في عمل من الموسم الماضي. هذا نتيجه العمل في الموسم الماضي، ما نعرف قادم الايام ايش حيخبيت لنا الايام الموسم القادم. بس انا عندي سؤال قبل ما ادخل في نادي النصر والغيابات. اخر الموسم طبعا حتحتدم المنافسه، ولما يكون عندك الفارق النقطي بين الهلال والنصر والاتحاد واللي حيدخلون معهم الفارق نقطة. اليوم نادي النصر بغض النظر الجميع يعرف شميولي، اليوم نادي النصر خسر 3 نقاط، من المسؤول عن خسارة نادي النصر هذه 3 نقاط؟ قال لك فريق كامل ما هو لا سببها المسافة بين بين نهاية البطولة العربية اللي تحمل اسم مولاي خادم الحرمين الشريفين ونادي وبداية الدوري. آلية العمل قصدك يعني ضغط المباريات يعني. إيه آلية العمل وشو؟ في حال وصول فريق للمباراة النهائية يتم تأجيلها 24 ساعة فقط. كل مطلوب منك في أندية اليوم الهلال شارك اليوم ما كمل 48 ساعة بالضبط. أنت تتكلم عن آلية اليوم قاعدين نتقدم قاعدين نتطور للعالم كله قاعدين نشوفه. اليوم تجيني تعطيني أعطيك بروزوفيتش تاريخه واسمه ولعبته ماني عارف أنسق بين لجنة المسابقات في رابطة الدوري المحترفين وبين ناديين كبيرين يلعبون نهائي. طيب. نهائي البطولة العربية كان المفروض من اللي يلعب مع النصر في النهائي؟ الهلال. طيب الهلال فاز اليوم. أنا لا أتكلم عن فوز وخسارة أنا أتكلم عن حاجة اسمها عمل. العمل وش يقول؟ مثل ما أنا بقول لك شيء الآن في كأس آسيا في حال وصول فريق لدوري الثمانية تؤجل مباراة موجودة عنده في لجنة المسابقات. طيب دوري المحترفين أو لجنة المسابقات في الرابطة في حال وصول فريق للمباراة النهائية لأنها محددة مسبقا في حال وصوله يتم تأجيل مباراته 24 ساعة. وش المانع قبل 5 أيام حتى لو كان اللي قاعدين نسمعه الآن أنه هناك عقود رياضية؟ طيب هناك عقود رياضية على عيني وراسي عقود مع التلفزيونية عفوا عقود تلفزيونية. وش المانع العقود التلفزيونية هذه أبلغ الشركات الإعلانية أنه أنا مباراة نظرا لوصول نادي النصر للمباراة النهائية تؤجل مباراة 24 ساعة. طيب هل طلب النصر؟ طبعا طلبوا كلهم. أنا اللي قريت عنه لا الهلال هو اللي طلب ورفض الطلب حتى النصر طلب وطلع المدرب قال تمنينا تأجيلها فقط 24 ساعة. أستاذ بندر النقطة المهمة ما طلب اللائحة النصر ما حتى لو كان اللائحة أنت ارجع للائحة. أنا يقول أنا بيني وبينك لوائح صح. لوائح الأنظمة وش تقول؟ 48 ساعة. اليوم الهلال لعب أمام النصر الساعة 6 أو الساعة 9 المساء 6 المغرب. اليوم لاعب الساعة 6 ما أكمل 24 ساعة يعني سبب خسارة النصر برأيك؟ مو سبب أنا أقول من أسباب. طيب شوف الهلال اليوم السبب الرئيسي. طيب السبب الرئيسي أنه المدير الفني لنادي النصر من ضمن الأسباب اللي سواء أنه أبعد كل اللاعبين. أنت لو أشركتهم في شوط كان ممكن ما تولك لهذه النتيجة. جميل. فبالتالي أنا أقول نادي النصر اليوم خسر لكن هذه لا تعني أنا أقولك منافس شرس على البطولة، ولكن مثل ما ذكروا الأخوان هناك نقطة سلبية في نادي النصر اللاعبين المحليين في لاعبين أقل من العطاء في أنه يكون في نادي النصر. نعم جمال عارف. والله أنا أستغرب للأمانة أنه في لعيبة الهلال الاتحاد والنصر ما عندهم لعيبة محليين. يعني أنا شايف الغنام مادو لجامي حتى اللاعب هذا إيش اسمه اللي في وسط الميدان سليم الخيبري حتى اللاعب الشاب هذا يعني للأمانة عنده إمكانيات لاعب يعني عناصر محلية ممتازة للأمانة. عليوة في عناصر محلية في يعني أنت تبغى مثلا فريق كامل عناصر مميزة محلية لا يمكن. يعني في الهلال مثلا خلينا نتكلم بصراحة في لعيبة في الهلال محلي يلعبوا في محليين للأمانة يعني ما لهم مكان في الهلال ممتاز. ما لهم يعني زي ناصر الدوسري مع كامل الاحترام ما هو اللاعب اللي يعني تقول عليه لاعب محلي يلعب في الهلال. هذا سجل هدف الحسم امام بوهنك دحين انت تتكلم انت خلاص هذا انت هذا رأي يعني انت شايف انه لاعب ممتاز. لا انا خلاص انت مشكلة. تقول في لعيبه في النصر استاذ جمال من هو مهاجم النصر المحلي البديل ومين هو المهاجم اللي في النصر الرئيسي كريستيانو رونالدو لا شوف
جات الهرجه على كريستيانو. شفت اليوم لو كان كريستيانو ورونالدو لوحده من غير اللعيبه دول، يعني لوحده غير اللعيبه الاجانب اللي غابوا بريزوفيتش والثانيين وفوفانا، لو في رونالدو شوف الروح اللي كان يعطيها للعيبه، شوف الاداء، شوف الرغبه، شوف الاحساس، شوف المشاعر. شوف لاعب يحقق بهذا النجاحات الكبيره جدا ويعطيك شغف انه حريص وعنده روح وعنده اصرار ومتحمس لما يجيب الهدف. شوف كيف كانه لاعب يحتاج انه يحقق بطوله، كان هو بطوله حياته يعني. كان شوف، وهذا اللاعب لو كان موجود، لو بس رونالدو كان موجود كان فرق مع النصر. موجود العام الماضي يا ابو عبد العزيز، الحين انت يعني بتقلل من رونالدو يا ابو عبد العزيز، بتقلل من رونالدو يا استاذ. ما قلل، بس رونالدو انت الان انت تقول ابو عبد العزيز لو رونالدو موجود ما في لاعب لوحده يفوز فريق. انا اتكلم لازم المجموعه كلها تلعب مع بعض. لا بس ابو عبيد انت تتكلم عن غياب رونالدو اليوم، يعني النصر اليوم فقد روح رونالدو في الملعب طبعا، وعدم وجود البديل لابو عبد العزيز. ما في بديل لرونالدو، اعطيني مهاجم سعودي. شوف ما في النصر، ولا في النصر من بعد ما راح فراس البريكان، ولا في الاتحاد ولا في الاهلي. شوف طيب، بعد غياب بعد ما راح فراس البريكان ما في اي لاعب، المنتخب ما في، ما عندي وقت، ما عندي وقت عشان بنروح مباراه الشباب. يعني احنا بنزل مهاجمين داخل السعوديه، عندنا مهاجم اصلا. انا اتكلم على رونالدو. انا بصراحه يعني للامانه يمكن الناس اللي تتكلم تقول لك رونالدو انه ما بيقدم العطاء، لا يا اخي عمره 38 39 سنه بيلعب 90 120 دقيقه ما شاء الله تبارك الله. نعم. يعني رونالدو قيمه تسويقيه، قيمه فنيه، اداء، روح. حتى اللعيبه في النصر اللي كانوا اول صراحه ما كان عندهم الرغبه والاحساس والشغف، شوفهم كيف يلعبوا مع رونالدو. فانا اقول النصر خسر، لكن ما يمنع، أنا ما أبغى يعني نغمة التحكيم يا أبو صقر، أنت رجل فاهم نغمة التحكيم والتحكيم هزمنا، جيبوا حكام أجانب يا أخي. طب أنا قلت لك الحين، يعني معناها إنه إدارة الاتحاد هي الإدارة الوحيدة اللي كانت من الموسم الماضي مقررة القرار الصح، صحيح، اختارت اللعيبة الأجانب. طيب أنا إيش قلت لك الحين أبو عبد العزيز؟ إيه بس أنا إيش قلت؟ أنا ما أبغى إنك أنت قلت لا، قلت اللوم 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 موجه على الإدارة. يعني المفروض تقول اللوم أول في البداية موجه للإدارة. لا لا لا، أنا قصدي حاجة واحدة، أنا قصدي كرسالة، متى حكامنا بيتطورون؟ طيب أنتم خلينا من العام الماضي حكام محليين، من العام الماضي النصر هو جايب حكام محليين، ليش ما جبت حكام أجانب؟ 6 مليون تبغى تقل يعني تقص تأثر خمسة على 5 مليون و900 ألف، ها؟ 5 مليون و900 ألف يعني تبغى تريح راسك على على ميزانية النصر اللي عنده. لا لا، ملايين الملايين، مئات الملايين. لا لا، كلام صحيح. وحتى الهلال، لا حد يجي بكرة الهلالية يقول والله انا حكم محلي هو اللي خسرني، لا، ولا الاهلي. نعم. جيبوا طيب 6 مليون ريال يعني 100,000 ريال نعطيها ليوصل طيب. طيب خلاص انتهى ابو عبد العزيز. حسن برجع لك، عندنا بس مباراه الشباب والاخدود جاهزه، نشوف الاهداف ونرجع. اندري بوركا في مواجهه كيم سونغ جيو، بوركا بيتقدم، بوركا بيتقدم ويسجل الأول للأخدود. أهلا بك في دوري روشن يا أخدود، أهلا بك في دوري روشن يا أخدود. الأخدود يتقدم بالهدف الأول عن طريق أندري بوركا، 1-0. أندري بوركا من علامة الجزاء يتقدم في الدقيقة 40، أول أهداف المباراة، 1 الأخدود لا شيء. الشباب أندري بوركا اللي يحط الكرة في نص المرمى، راح الزاوية اليمنى كيم سونغ جيو، ولكن الأخدود باتزان وبنظام يستطيع أن يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 40، 1-0. مقسمين الماتش كجزئيات بطريقة رائعة الحقيقة بأمانة، وفي غياب كان للهجوم وأياجو يطلع فواز، فواز أطول من عوض ولعب العرضية عند تركي، رجعت أحمد عبده اللي خطفها، أحمد عبده خطف التعادل، وفي أول كورة منظمة للشباب في شوط اللقاء الثاني ينجح أحمد عبده في الدقيقة 66، 1-1، 1-1. أحمد عبدو جابر يرجع للمباراة بالهدف التعادل، 1 الشباب 1 الأخدود في الدقيقة 66، هو أحمد عبدو جابر في ظل حصرة كده على وجه باولو فيتور. شوف لما تراجع نادي
كانت هذه مباراة الشباب والأخدود. حسن عبد القادر، أبغى رأيك في مباراة الشباب والأخدود، وأيضا بشكل سريع لأنك ما علقت على مباراة النصر والاتفاق. طبعا النصر والاتفاق أقول مبروك الاتفاق، هارد لك النصر. شوف، في نقطة مهمة لازم يعني نتحدث عنها كإعلاميين، كل واحد طبعا يعني حسب قناعته في الموضوع. احنا ما نبغى ناخذ فكرة ان ذي أندية الصندوق أندية لا تخسر ولا تهزم وانها فارقة بشكل كبير جدا. يعني هذه النقطة، يعني اليوم النصر لا نقول فريق فريق من الصندوق النصر، يعني النصر اليوم اللي لعب برديف الرديف قد يكون. أنا ما ودي أقاطعك يا حسن، بس لما يكون ثمانية لاعبين أجانب أنا أعتقد هذا يعني خلاص هذه حسمت الأمور، يعني ما في مجال يعجبني إن هذا أحسن من غيره. يقول ما ودي أقاطعك، إيه لا بس ما قاطع، لا لأن ما أبغى تمر النقطة. يقول لك حسن ما في فروقات، لا ثمانية جانب، فروقات ثمانية جانب يا حبيبي، ما هي بواحد يا دكتور الله يصلحك. أنا شوف ما أقاطع أحد والله، أنا قاعد. تفضل أبو محمد تفضل. يعني في فروقات، في فروقات، في لعيبة كبار عندي نعم، لكن ما في فريق كرة قدم ما يخسر. يعني لو الكلام ده نعممه نقول لك ريال مدريد المفروض ما يخسر في اسبانيا، نقول مانشستر سيتي المفروض ما يخسر في الدوري الانجليزي. لو بنعمم الكلام ده، الكره القدم فيها خساره. يعني اليوم النصر، انا اشوف انه مدرب النصر بالغ في راحه عدد كبير من اللاعبين. يعني في بعض اللاعبين كان ممكن يشاركهم، يعني زي ما فعل مدرب الهلال، لاعبين شاركوا في النهائي البطوله العربيه وشاركوا اليوم مع الفريق واضافوا للفريق تواجدهم. يعني مدرب النصر كاسترو بالغ في راحه عدد كبير من اللاعبين، كان ممكن يعمل توازن في هذه الناحيه. لكن النقطة الأخرى اللي حكاية إنه الصندوق، لا نقعد إحنا نقول هذا نادي الصندوق مفروض إنه خسر، ونقعد نقلل من العمل اللي يقدم للأندية دي حق الصندوق. لا، هذه كرة قدم، ترى ممكن الهلال بكامل عافيته يخسر، والأهلي والاتحاد والنصر ممكن يخسر، هذه كرة قدم. أصلاً لو إحنا يعني لو إحنا مسلمين تماماً الأندية دي ما تخسر، ما راح نستمتع بالدوري. بس الدكتور فهد قريني أشار، أبو خالد أشار نقطة مهمة، حسن ممكن يخسر لكن ممكن ينافس على البطولة، ممكن يخسر مباراة. أنا شوف لو كان إحنا عندنا مسلمات إنه الأندية ذي ما تخسر، نقفل ننزل بقية الفرق ونخلي الأربعة ذي تلعب الدوري لوحدها، يعني ما يجي الكلام ده. بس هو لمح النقطة مهمة بداية الحلقة، ما أدري أنا فهمت من اللي قاطعين أنت ولا دكتور، فهمتها كذا. هو يقول إن في بداية الحلقة قال إن في فروقات كبيرة بين الأربعة وبقية الأندية، طبيعي منطقي طبيعي. يعني اصلا استحواذ صندوق الاستثمارات على 75% من هذه الانديه، هذا اداك نوع من الفروقات اللي تكون في صالح هذه الانديه. حتى الفروقات من العام الماضي، أيوة. في فروقات بين الاربع الانديه وبين لكن هذه الانديه زي ما قال، ومع ذلك انديه، ومع ذلك انديه من هذيك الانديه اللي ما عندها ولا فروقاتها اقل او عناصرها اقل وامكانياتها اقل تفوقت على الانديه. وهذا تاكيد لكلام ابو عبد العزيز، يعني حتى بدون الصندوق من ينافس على الدوري السنوات الماضيه؟ الهلال بشكل اكبر، النصر، الاتحاد، الاهلي، الشباب، وهذه يعني هذه الانديه اللي متواجده في المنافسه حتى بدون صندوق. بالتالي لا بس الديون يا حسن، نعم، انديه كان عليها ديون كبيره، نعم. الان تغير الوضع، تحولت من انديه خاسره، لا 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 لا, لا, لا عفوا مو كل انديه، في أندية تحولت من أندية خاسرة إلى شركات رياضية رابعة. نعم. اليوم قاعدين نشوف النجوم، نوعية النجوم، أكيد أنه صار طرع عنده تغير في الصندوق، ولكن هذا لا يلغي أن هناك دعم أيضا كذلك الكثير للأندية. في أندية استفادت من الصندوق. مين يا بندر؟ يعني مثلا الاتفاق ما هو في الصندوق، ولكن اليوم تشوف مدرب عظيم، أسماء قاعد يجيب، أوكي ما حيكون في نفس الليفل نفس المستوى، ولكن لم تترك. كان في دعم لجميع الأندية، ولكن بالنسبة للأندية اللي راحت إن إحنا نسميها المسار الثاني كصندوق، لا، هناك أندية استفادت، هناك أندية كانوا يطلعون رؤساء مجلس إداراتهم ويقولون إحنا مديونين، واليوم أصبح عندهم الآن القيمة السوقية للنادي أصبح من مليار مليار ونص، لأنه جاب لعيبة كثر. اليوم إحنا نتكلم عن الأندية الأربعة، إيه في استحوذ عليها صندوق، أتكلم الأندية الأربعة، بس في أندية استفادت من وجودها في الصندوق، هذا لازم نعترف فيه. كل الوجود لا لا في أندية لا لا كان لها دور استفادة أكثر. يعني اليوم لما تتكلم عن ميزانية قبل ما يدخل الهلال، قبل ما يتم الاستحواذ عليه، كان معاه أبو عبد العزيز، كان الهلال يعلن رسميا أن الإيرادات المالية الموجودة في داخل النادي 700 مليون والفائض أكثر من 70 مليون والفائض فوق 61 مليون، كان عمل إداري وكان استمرار البطولات وبطولات على مستوى آسيا وصافة العالم قبل الصندوق، ما في خلاف. ولكن أكيد أنه داخل الصندوق أكيد يرفع من القيمة السوقية للنادي، واليوم قاعدين نشوف نيمار اللي احنا ننتظر أن نتداخل فيه موضوع نيمار. الآن نيمار على الأبواب وشايف، طيب لكن في أندية استفادت. طيب أنت قاعد، أنا عارف إيش بترمي، أنا عارف. أبو عبد العزيز. عارف إيش ترمي؟ ترمي للأندية الاتحاد والنصر والأهلي إن عليها ديون. إيه صحيح. ما في كلام. ما في شك في كلامك. أنا أتفق معك. لكن شوف أرجع للصفقات للهلال. عوضوها بصفقات
عوضوها بصفقات عالميه بصفقات لها انت قيمه. انت ما تحتاج تعوضني، انت تحتاج ابو عبد العزيز تعطينا كلنا على مسافه طيب. واحده عشان ما احتاج تعوض احد. احلك بس الصوره طبعا. انت طالما انهم هم سددوا للانديه اللي تقول عليها واحنا متفقين انه في عليها ديون، والهلال الا كان حقيقه ما كان عليه ديون صحيح. انا معك، لكن برضو دول الهلال اكبر قيمه سوقيه في الاستقطابات. احنا اذا طلعت ابو عبد العزيز، انت استاذ وتعلم منه، اذا طلعت شفافيه في الارقام سنتفق معه. ولكن حتى هذه اللحظه انا اسالك سؤال، اليوم بنزيما اسم كبير في عالم كره القدم، رقم كبير، ما اعتقد انه في لاعب الان في المملكه العربيه السعوديه اكثر من بنزيما. من اي ناحيه؟ انت لما تدخل موقع ترانسفير ماركت للقيمه السوقيه هو اعلى لاعب في السعوديه. ها طب بنزيما جاي بدون ما في ما عليه يدفعوا للفريق الثاني المقابل، يعني ما في نهاية كسر عقد. ما في كسر عقد نهايه عقد، كسر ثلاث عقود. طيب اذا طيب هذه بروزوفيتش جايبينه من انتر ميلان، ترى لاعب نهايه تشامبيونز. نيمار اخرها كم فوفانا كم ذي العقود. ابو انت رجل ما شاء الله تبارك الله عليك، وما انت متعصب. لا اعرف الكلام، اعرف الكلام هذا، انا متابعك، لكن ما يبغانا نكرس مفهوم انه نحن الانديه هذه اللي عليها ديون وعليها ديون. ترى هذا مو نكرس، هذه حقيقه يا ناس. ايوه نكرسها خلاص، يعني انت تقول لي صح بعدين تقول لي نكرس يا ابو عبد العزيز. ايوه تعال معناها نكرس يعني ايش؟ معلش تسمح لي، معلش ما فاهم. نكرس يعني نكرر. نكرسها نكرسها نكرسها، وهي صحيحه، هي كلامك صحيح. شكرا ابو عبد العزيز. ايوه بس نكرسها دائما دائما دائما. طب نقدر واحد اهلاوي يقول لك يا حبيبي طب وانت اخذ اعلى صفقات باعلى قيمه، ولا واحد اتحادي ولا واحد نصراوي. ايوه فبلاش ان نحن يعني نعيد الكلام هذا. معروف الناس معروف. طيب الشباب والخدود. طيب الشباب الخدود ما تكلمنا فيه. طيب خلاص سهل الشباب، خلينا نتكلم. برجع لك اول واحد بعد ما نشوف اللقاءات، عندنا لقاءات بعد نهايه المباراه. Good result as the first match against big team like شباب. So he say we think this is good point for Okhdud. What is your opinion? Very good. It's the first time in the Okhdud history that you are in Russia, that you are in the first division of the country. So it's the first point, it's the first step for all Okhdud in this division, and we hope to give much more steps like this. طبعا بقول ان ده نتيجه كويسه جدا بالنسبه لينا، لان دي اول نقطه في تاريخ الاخدود في دوري روشن، دي اول مره نلعب في دوري روشن، ودي تعتبر اول خطوه لينا، وان شاء الله في بعدها خطوات كتير لينا في دوري روشن ان شاء الله. فالنتيجه مرضيه جدا بالنسبه لي. What was your instructions before the what were your instructions before the match to the players, especially you have many players first time to play in Russian, so how you prepared them? Yes, a lot of players that are new, the team is new, even the players that come from outside, they are new in Russian, but we had one small advantage over Shabab because we saw the matches that they play in the last 2 weeks, so we knew Shabab team and they don't know all of those. So we had this advantage and we used this advantage. We scored one goal, we tried to keep the advantage, but 1-1 is very good and we are very happy. طبعا دوري روشن جديد علينا وجديد على معظم اللاعبين، وحتى اللاعبين المحترفين اللي جايين من بره برضو معظمهم اول مره يلعب في دوري روشن. بس احنا كان عندنا ميزه عن فريق الشباب ان احنا كنا نعرفهم واتفرجنا عليهم في اخر الفتره على المباريات اللي لعبوها، فقدرنا ان احنا نستعد ليها وسجلنا هدف وكنا نقدر نحافظ عليه. بس يعني هم سجلوا هدف بعد كده. اليوم الدوري السعودي يعتبر من يمكن خلينا نقول من افضل 10 دوريات في العالم، يضم نجوم عالميين كريستيانو، ساديو ماني، رياض محرز، كريم بنزيما. كيف سيتعامل مع هذول النجوم في خلال مواجهاته؟ How to deal with Russian, especially the Saudi league now is one of the best 10 leagues all over the world. They have Cristiano, Benzema, Mahrez, Firmino. So how will you deal with this? It's not 10, one of the 5 best leagues in the world. Now it's fantastic. It's the best moment to be here. And we will try to stay here. We will fight every match to stay in Russia because it's the best moment from all Saudi football, from ever. هو بيقول ان هو دلوقتي دوري مميز جدا، مش من اول 10 دوريات في العالم، لا هو من اول 5 دوريات في العالم، ودي لحظه كويسه جدا لينا ان احنا نكون هنا، وان شاء الله هنقاتل علشان نفضل موجودين هنا وان احنا نستغل اللحظه دي ان شاء الله. بدايه جيده. Saudi football in a few yes Saudi football in a few years will be number one league and we want to be there in the number one league. الدوري السعودي خلال سنوات قليله ان شاء الله هيبقى رقم واحد في العالم، واحنا بنحاول ان احنا نفضل موجودين هنا وان احنا نفضل موجودين في الدوري السعودي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. اول شيء مجورين. الله يعافيك.
وارحبوا. كيف انت؟ طيب عوض، نقطة جيدة من أمام فريق منافس على الدوري ودائما مرشح له فريق الشباب وخارج أرضكم. أكيد أحب أشكر زملاء اللاعبين، أقول يعني الحمد لله يعني نقطة لنا يعني زينة من منافس على الدوري وفريق كبير، يعني إن شاء الله نقول قادمة. طيب تابعنا عدد من اللقاءات بعد نهاية مباراة الشباب والأخدود اللي انتهت بالتعادل إيجابي بهدف وحيد لكلا الفريقين. دكتور فهد القريني، والله أنا أقول كثر خير الشباب حقيقة، نادي عظيم يعني بالظروف اللي قاعد يمر فيها الآن، دخل الدوري بدون أي لاعبين أجانب، الإصابات في الفريق، غاب رياض شراحيلي، غاب حسن دوبكتي في بداية الشوط الثاني أيضا خرج من الملعب، خط الهجوم بكامله يعني لاعبين لا يمكنهم يوصلونك الى ابعد من الحاجه اللي انت تتوقعها. الدكه ايضا ما فيها احد، يعني لما يلتفت المدرب يشوف الدكه ما يلقى فيها احد، فانا اقول كثر خير الشباب اللي قاعد يصارع في في هالظروف اللي تمر فيه. وبالاضافه الى اللي قاعد يثار حول الشباب الان من قضايا ومن تنبكتي، والتنبكتي رايح تنبكتي جاي، بالرغم من اداره النادي طلعت ونفت واعضاء الشرف نفوا، لكن هناك من يحاول انه يعطل الشباب بطريقه او باخرى. فانا اقول يعني للناس اللي قاعدين يثيرون مثل هذه المشاكل، اقول ريحوا بالكم. حسان تنبكتي باقي في الشباب ولن يخرج من الشباب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا وهذه أيضا مهمة جدا ولابد أن الناس تعيها، نقول لصندوق الاستثمار العام كثر الله خيرك، أنت دعمت الأندية الثانية، بس الفلوس اللي تعطيها الأندية هذه لا تخليهم يشترون بها لاعبين محليين، يشترون بها لعيبة الأجانب. الأندية هذه لو ما يدفعهم الصندوق، يدعمهم الصندوق يشترون لعيبة المحليين، مش حيقدرون ياخذون اللعيبة المحليين. لكن انك تاخذ الفلوس من صندوق الاستثمارات العامة وتفرغ الأندية الثانية من لعيبة المحليين، انا اعتقد ان هذه النقطة لابد انها تراعى. ولابد ان صندوق الاستثمارات العامة يشترط على هذه الأندية انها لا تستخدم هذه الأموال في التعاقد من اللاعبين المحليين، اذا عندها فلوس من مداخلها الذاتية أهلا وسهلا. لكنها تأخذ فلوس الصندوق وتروح تشتري بها لعيبة محلية. طيب. وتفرغ الأندية الأخرى، أنا أقول هذا ظلم للأندية الأخرى. طيب أنا عندي فاصل، قبل ما أروح الفاصل بندر زحري يقول عنده أخبار حصرية باختصار لو سمحت. باختصار الأخوان لما يقولون أن نادي الهلال تعاقد أو أنه بيجي، يعني اليوم إحنا سمعنا خبر يعني أنه وصول نيمار كابتن المنتخب البرازيلي، أكيد أنه إضافة عالية، ولكن أنا أحب أطمن الجميع أنه القضية ليست قضية لن تقف على نيمار. الهلال المقبل على متروفيتش، وأيضا كذلك هناك نجم محور باريس سان جيرمان كابتن فيراتي، فلدينا اجانب. حتى يكتمل عدد 8 لعيبه اجانب في نادي الهلال، وكمعلومه ميشيل باقي في نادي الهلال هذا الموسم. يعني 100% تتكلم عن نسبه 100% قادمين للهلال. العقود بالنسبه لها في المفاوضات حتى تتم، لكن الان وصلت لاعلى درجه. نيمار شبه حسم امره. ولكن انا اتكلم عن متروفيتش وفيراتي. بنرجع نتكلم عن ثلاث نجوم. ثلاث نجوم يا ابو عبد العزيز، بعد خساره ثلاث نجوم ورا بعض. اليوم حصريات في الديوانية. شكرا لضيوفنا، شكرا لتواجده، وأيضا شكرا للمعلومات الجديدة. احنا بنرجع نتكلم عن كل هذه المواضيع بعد فاصل قصير. مناطق المملكة. مرحبا يا عهد، نعرف ونشوف معكم آخر التطورات من القرى المميزة عاش فيها الآباء والأجداد. نسأل الله دائما وأبدا أن يديم عز ومجد هذه البلاد الغالية. حياكم الله متابعينا من جديد في الجزء الأخير من الديوانية، أهم الأخبار الرياضية في هذه الفقرة. وقعت إدارة نادي الشباب رسميا مع المهاجم السنغالي حبيب ديالو لمدة 3 مواسم، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية قادما من نادي ستارزبورغ الفرنسي. أسفرت التقارير الطبية التي أجراها لاعبي نادي الرائد عن إصابة الثلاثي ناصر الهدهود بتمزق عضلي، وخلي تفاريس
بآلام في منطقة الظهر، ومحمد فوزير بتمزق عضلي بالعضلة الأمامية. أعلن نادي الفيحاء عن إصابة لاعبيه النيجيري أنتونيو نواي كايمي وحاجته إلى برنامج علاجي لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين بسبب تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ الخلفية. والبرازيلي ريكاردو رايلر وحاجته إلى برنامج علاجي لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أسابيع بسبب تعرضه لتمزق من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ الأمامية. الجمعية العمومية تزكي الأستاذ بندر المقير رئيساً لمجلس إدارة نادي الرياض حتى عام 2027، والدكتور مقبل بن جديع نائباً للرئيس. طيب، في إطار التحركات اللي تقودها الأندية والدعم الكبير المقدم لكل الأندية أو لكافة القطاع الرياضي، نتكلم بشكل أشمل وأوسع، كل يوم نسمع عن إنهاء صفقات وصفقات جديدة وتحركات كبيرة. وقبل شوي بندر زيحان يعني أكد على موضوع اقتراب نيمار سمعنا بثلاث صفقات، بس كانت من قبل هذه المفاوضات. ما أدري أنا، بس أنا الحين أقول لك اعتبر الورات الحقيقية. لا لا، سمعناها من زمان. أنا أقول والله أنا من متى نسمع عن متروفيتش؟ والله بس أنا أقول وفي خط مفاوضات بينه وبين هلال. إن شاء الله الملف الأول أوسمن. إن شاء الله أوسمن اللي ما إن شاء الله اللي يعني أقول يعني إن شاء الله اللي عطى الهلال إن شاء الله يعطينا بعد حنا. يعطينا النبي. يعطينا ويعطي الشباب. يعطي يعني. لا لا بس معليش. يعني الأسماء. عندكم 10. بس أقول لك شيء. الأسماء المفترض الآن مين هو الفريق اللي يمثل المملكة خارجية في أكبر تظاهرة عالمية؟ يا سلام، مين هو؟ الاتحاد. الاتحاد المفترض هذا أول أولويات، إنه يكون الدعم لكل اللاعبين. وأنا للأمانة يمكن أنا ما ألوم الصندوق بقدر ما ألوم إدارة الاتحاد. المفروض إدارة الاتحاد تتحرك في الجانب هذا بشكل كبير جدا وتقول أنا أبغى كذا. لو قالوا لهم ما عندنا، وانا متاكد انه ما حيقولوا له، نعم حيقولوا له، لكن انتوا اختاروا اللعيبه اللي طلعوهم. انا كانتي وبنزيما افضل لاعبين على مستوى العالم. يا رجل انت عندك 5 تقول لي ما هي في اي 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 طب انا شاركت 5 بلس. ترى لحظه السالفه ترى ما هي ما يطلبه الاعلاميون يا ابو عبد العزيز، في ترى في مواضيع وفي يا حبيبي هذا حد جاي على جمال انه ما يطلبوا الاعلاميين ودولك لما قاعدين نتكلم. يعني جمال عارف لما يقول لحظه جمال عارف لما يقول بس خلينا نكمل. مشارك في بطوله انديه العالم، طب ما العام الهلال شارك في بطوله يا اخي ما كان في صندوق العام ولا حتى التدابير الوقتيه. انت تبتعرف التدابير الوقتيه رفضوا. طيب تعرف ان الاتحاد دقيقه عشان ادي له معلومه عشان العرب جوله عشان ادي له معلومه اخويا بندر يمكن ناسيها. تفضل. الاتحاد لما راح كاس العالم كان مسجل 5 لعيبه. ايه ها ايه اذكره وصلت وخلاص سجلوهم. ايه الو سجلوا المعلومه خارج فتره التسجيل ولا مع فتره التسجيل؟ مع فتره ايه؟ مع فتره التسجيل خلاص يلعبونهم اذا مع الفتره يلعبونهم. اذا مسوين خطا يوقفونهم. خطا ايش الخطا يا اخي؟ انت سجلت وافقوا على تسجيلهم. هل تم التسجيل داخل فتره التسجيل؟ التسجيل وافقوا عليه وبعد كذا الغوف. كيف طيب ليش ما لعبوه؟ اذا الاتحاد استاذ جمال لحظه دقيقه ليش ما لعبوه؟ عشان بس الكل تطلع لي مواضيع من عندك. انت اللي من فاتح الموضوع. انت رجعتوا للورا يا ابو عبد العزيز. لا 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 هو اللي رجعنا للورا، قال انه الهلال لما راح العام الماضي العام الماضي مو ورا. طيب انا عشان كذا ارجع ورا شويه. لما كان الاتحاد راح لا ولا عضو اتحاد كرة، عضو اتحاد كرة ما راح مع الاتحاد 2004. طيب 2005 نيمار. طيب 2004 2005 ابو عبد العزيز. طيب ليش ما اعطوا لهم لعيبه ونعم الاتحاد ودعم الاتحاد وسار جمال عارف نتائج ممتازه. سار جمال عارف نيمار ايه ممتاز. صفقه توازي صفقه كريستيانو مع النصر. لا 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 مع احترامي كريستيانو ما في زيه. اسمح لي بندر انا كريستيانو نجم اوحد. نيمار شوف لاعب مزاجي، لاعب ممتاز لكنه مزاجي، وانا اعتقد انه ما حيكون بهالشغف هذا اللي زي رونالدو. انا ما اشوف شغف اول شيء رونالدو وبعده بنزيما عنده شغف وعنده رغبه يفوز، وفيرمينو حق الاهلي للان اللي شفتهم. نعم فيرمينو طيب وطبعا راسهم رونالدو وبعده يجي بنزيما هذول وفيرمينو. شوف فيرمينو شوف عشان بس ندد الناس حقه، مو عشان 3 أهداف سجلها، لاعب يوجه اللعيبة يجلس مع ذا يوجهه، شخصية قيادية حقيقة
يعني انا من افضل اللاعبين اللي شفتهم، واحد من افضل اللاعبين طبعا بعد رونالدو. نعم. ها العام ليفربول الان مع... بس شوف شخصيته بغض النظر عن اهدافه، شخصيته رغبته في انه هو يلعب يقدم شيء، يعني اللعيبه الصغار يجيبهم يكلمهم، يعني هذه شخصيه قريب اللاعبين. ها قريب من اللاعبين. نعم. فيصل جفن، فيصل جفن، نيمار مع الهلال والله هي صفقه انا اشوفها صفقه واحده من اهم الصفقات اللي حصلت في هذا الموسم. لاعب يعني حتى اذا نتكلم تسويقيا كما يطرح على رونالدو هو يعتبر من اعلى اللاعبين بهذا الجانب، فنيا ايضا لاعب كبير، لاعب كابتن منتخب البرازيل. نعم. صحيح انه يعني نتطلع بان يكون نفس المستوى الفني اللي كان يقدمه مع برشلونه وليس باريس سان جيرمان، لانه كان مع برشلونه كان بالمستويات العاليه جدا. صفقه للدوري بصفه عامه مهمه ليس فقط للهلال. انا عندي ملاحظه بس ان سمحت لي كذا سريعا، يعني انا لو ارجع قبل 12 شهر من اليوم واقول انه هذه الانديه الاربعه راح تكون بهذا الشكل، حلو، فلازم نشكر الله على الوضع اللي احنا فيه وما نقول انتم افضل منا ولا انا افضل منكم، حلو، بالاخير الدوري بصفه عامه والتوفيق تراه في الملعب، التوفيق بيد الله، ممكن انت تكون لاعبينك قيمتهم الماليه والسوقيه اكثر مني والدبل، لكن انا اللي اجيب البطولات وانا اللي فريقي ينسجم وانا اللاعبين يتوفقون. صحيح. فهي ما تقاس بقيمه اللاعبين او القيمه الماديه بقدر ما انه يكون التوفيق موجود، فان شكرتم لا ازيدنكم. صار الحين الوضع فريقي، لا ابغى لاعب فلان وابغى لاعب والله فلان. هذه اللغه إيه؟ اللغه الدارجه حتى في تويتر، عندكم لعيبه وحنا ما عندنا، هذا اللغه الدارجه حتى في تويتر. انا قاعد اقول اشارك في نهائي بطوله تحمل اسم مولاي خادم الحرمين الشريفين وانا ما عندي مهاجم، بينما الانديه مكتفيه. الكلام بدلي مو محدد النادي، انا قاعد اتكلم. لا بس انا اقول يعني احنا ما قلنا انه هذا النادي افضل الان، ما شاء الله احنا ما قلنا هذا افضل، احنا نقول في الانديه عنده 10 لعيبه وفي نادي ما عنده 6 لعيبه، هذا هو الكلام، ما هو من الافضل، ما اقول من الافضل، بس اقول في انديه حققت، يعني نادي النصر في البطوله العربيه كان يبدل بين ظهيرين اجانب، الى الان ما تحدد من حيلعب كونان ولا الكس. وفي انديه ما لعبت الا بسته لعيبه، كنا نقول نتمنى ان يكون، يعني نتمنى الانديه كلها متساويه. طبعا ما في شك الاتحاد عنده لعيبه متميزين، النصر عنده لعيبه متميزين، الهلال اذا جو لعيبته حيكون عنده متميزين، وحتبقى المفاضله في اللاعبين الاخرين. هذا يعني هذا السائد يعني. لا بس نقطة فيصل ترى عميقة، يعني من كان يتوقع أن يشوف كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية؟ فعلا ممكن أعلق من على كان يتوقع بس. من كان يتوقع يشوف بنزيمة في الملاعب السعودية في الدوري السعودي؟ من كان يتوقع يشوف محرز العام نهاية الآن شامبيز. إذا جاء نيمار والقس عليها كافة الأسماء، يعني فعلا كنا وين وصرنا وين الآن؟ هذا كله بفضل الله ثم دعم قيادتنا الرشيدة للقطاع الرياضي اللامحدود والغير مستغرب، وايضا حتى القائمين على القطاع الرياضي الامانه يعني كانوا منسجمين يعني متماهين في المضي قدما في تطوير الرياضه وتحقيق اهداف رؤيه 2030. صحيح. وهي توجيه البوصله نحو القطاع الرياضي والرياضه السعوديه داخل المملكه. شوف يعني اللي فهمناه يعني في الفتره اللي راحت ان المملكه يعني تتجه الى ان الدوري السعودي يكون واحد من افضل 10 دوريات في المملكه، خمس دوريات او خمسة. نعم. فاللي قاعد يصير هذا هو تمهيد لهذا الشيء، وانا اعتقد ان هذا هو الهدف الاساسي في الاخير. الهدف الاخير ان الدوري السعودي يصبح من احد الدوريات المشاهده على مستوى العالم، واحنا شفنا بدات الان قنوات كثيره جدا من دول مختلفه بدات تطلب النقل الدوري السعودي. نعم. لكن بعلق على جزئيه نيمار، انا اعتقد نيمار ايضا هو قيمه فنيه وتسويقيه واعلاميه للدوري السعودي، ونيمار هو واحد من افضل 3 لعيبه في العالم حتى في الوقت الحالي. لما نتكلم عن مبابي نتكلم عن نيمار ونتكلم عن ميسي، انا اعتقد هذول الثلاث هم افضل 3 لاعبين في الوقت الحالي في المستوى العالم كلاعب فنية، بعيدا عن الأشياء التسويقية والكلام اللي يقوله أبو عبد العزيز عن كريستيانو. نيمار إذا يعني حقيقة وصل الهلال، أعتقد الهلال بيحصل مكاسب كثيرة جدا من هذا اللاعب. أول شيء إن اللاعب هذا فنيا على مستوى عالي، واحد ضد واحد من أحسن لاعبين، واحد على مستوى لاعب حيكسب الهلال ضربات جزاء، حيكسب الهلال طرد للاعبين الثانيين وكروت، لان اللاعب يعني فنيا يعني من الناس اللي ايضا اللاعب نفسه يعني كهداف هو ايضا هداف، يعني بالاضافه الى انه ايضا يعني صانع لعب هو هداف، بس عنده مشكله، لكن عنده مشاكل. هي. عنده مشاكل. هي. يعني هو له ايجابيات كثيره لكن عنده مشاكل. انا اقول لك واحده من المشاكل عنده، عنده كثره الاصابات، يتعرض لاصابات كثيره، هذه مشكله. عنده الحاجه الثانيه ايضا انه لاعب سريع يستفز بسرعه،
يعني اللاعب هذا يستفز بسرعة، يعني لو يعني ما يعني حصل معه يعني اشتراكات أو التحامات قوية يخرج عن طور اللاعب. لذلك أنا أقول اللاعب هو مكسب فني وتسويقي وإعلامي، وأقول الهلال محظوظ عنده مالكم وعنده نيمار، إذا جمع متروفيتش الهلال حيكون مكتمل الصف. حسن طبعا صفقة كبيرة جدا للهلال والكرة السعودية ولقارة آسيا بشكل كامل، لما يكون عندك مشاركات الآسيوية وأنك يعني كانت مجهولة ومغيبة على مستوى النطاق الآسيوي المتابعة، الآن انتظر بطولة آسيا القادمة بوجود كريستيانو نيمار بنزيما الأسماء الكبيرة العالمية ذي، طبيعي حيكون قارة آسيا هي وجهة كرة القدم، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى للمملكة العربية السعودية والقيادة السعودية اللي قدمت كل ما يمكن لكون حالة في وضع الرياضي. يعني أنا أتخيل العام مع كامل الاحترام والتقدير وكله مع العين والرأس، لما أتكلم عن لاعبين مثلا في الأهلي تشوف العام من كان يلعب رأس حربة في الأهلي، من كان يلعب جناح أيمن، من كان يلعب جناح أيسر، تشوف الآن عندك فابينو، تشوف عندك ماكسي، تشوف رياض محرز، وتشوف أسماء فرق كبير بين السماء فابينو في الاتحاد، مو فابينو فيرمينيو. شوف الأسماء ذي فرق كبير، يعني سبحان الله. فهذا والله العظيم مهما تحدثنا ومهما قلنا عن الدعم اللي نتجته الرياضة السعودية، مو الرياضة السعودية بس، كل القطاعات عندنا في المملكة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الفني وعلى المستوى الرياضي، احنا في نعمة وفي خير كبير جدا. نعم. وانا اقول اكمل انه نيمار لاعب كبير مهم، اضافة كبيرة للدوري السعودي، سواء زي ما قال الدكتور استفز او انه كثير اصابات، لكنه وجوده في نادي الهلال قيمة كبيرة مضافة للدوري وللهلال نفسه. نعم بندر، باقي عندي اقل من دقيقتين، اقل من دقيقة بس في 10 ثواني، في 10 ثواني هو كابتن منتخب البرازيل، والان التاريخ يعيد نفسه، 79 كان قائد الهلال وقتها كابتن ريفيلينو، الان التاريخ يعيد نفسه. نعم. كابتن منتخب البرازيل يعود الهلال. تفضل. انا طبعا تكلمت امس عن موضوع قيمه نيمار الفنيه على السريع بصقر، ولكن لا خلاص انت على السريع، ما عندي وقت خلاص، يعني تفضل خلاص انا اقول عندي نقطه مهمه، خلاص ما على فكره ما تقول شيء، الدعم اللي بنجده الان ما شاء الله تبارك الله، الدعم ما عمرنا نحلم به، لكن ترى على فكرة بدأ الدعم من عام 2018 بدعم وتوجيهات من القيادة ودعم واهتمام شخصي من سموه، يعني سموه ولي العهد الله يحفظه وصاحب الرؤية والملهم، من 2018 احنا قاعدين نشوف اللعيبة، 8 لعيبة، سداد ديون، كل الالتزامات، جيبوا لعيبة زي ما تبغوا، وكانت حقيقة نعم. بداية الخطوة للأمام للكرة السعودية. اليوم الكرة السعودية هي الممول الأول لكل نعم. النجاحات سواء على مستوى آسيا نعم. أو حتى مستوى الشرق الأوسط. شكرا لكم جميعا، شكرا لحضوركم، شكرا لآرائكم، شكرا لكل من تابعنا وتفاعل مع كل ما يطرح في الديوانية. غدا إن شاء الله موعد جديد، في أمان الله.